اليوم هو موضوعنا عن البروتوكولز او خلينا نقول الكومنيكيشن بروتوكولز طيب احنا بنتكلم عن البروتوكولز احنا نعرف حتى من نجي نتعامل من ندخل في موضوع السياسه مثلا على سبيل المثال شايفين يقول لك مثلا هاي هو بروتوكول مال هاي الدوله او مثلا رئيس الوزراء مثلا من يروح لدوله أخ... اخرى على سبيل المثال عفوا زين اكو بروتوكول معين يتبعونه قصدها بالبروتوكول معناته سياسه قوانين من يقعدون مع بعض يقول لك انه هاي الجلسه كانت بروتوكول معين بيها تمام بس من نجي نقارن الكوميونيكيشن بروتوكول اللي هو شنو جزء من التليكوميونيكيشن سيستم هي عباره عن قوانين هاي القوانين فكرتها شنو هو انه تسمح لنا بمشاركه ونقل المعلومات طيب هاي القوانين شو راح تزود لنا هاي القوانين راح تسمح لنا انه احنا نمرر هاي البيانات او هذه المعلومات بصيغه معينه وكذلك نقدر عن طريقه نزامن البيانات من طرف الى طرف ثاني طيب اذا البروتوكولز الفكره مالته شنو هو انه مجموعه قوانين يسمح لنا ننقل بها المعلومات داخل نظام الاتصالات لكن حسب شنو؟ حسب رولز معينه، حسب تعليمات معينه وحسب قواعد معينه. طبعا بالنسبه للبروتوكول ممكن يجي في بالك سؤال هو بروتوكول شلون نقدر نستخدمه؟ تقدر تستخدم البروتوكول باكثر من شكل، يعني ممكن نوع من البروتوكول تتعامل مع السوفت وير، ونوع من البروتوكول تتعامل مع منه مع الهاردوير. هذه الاتصالات اللي تحققها البروتوكول تاخذ حيز كبير بالترانسميشن سيستم في نظام في نظام النقل حلو ف البروتوكولات البروتوكول عفوا حتى تشتغل لازم تتبع فريم معين يعني انا هسه بروتوكولات راح اتكلم عنها بس هذا البروتوكولات حتى نستخدمها لازم يكون عنده شنو فريم اطار اطار عمل معين نشتغل عليها طبعا انت عندك نوعين من الاطار مشهورين جدا عندك ال IP موديل وعندك OSI موديل ذول اثنين فريموركين موجودين. وظيفتهم شنو؟ تستخدم البروتوكولات في داخلهم وكل مرحلة من مراحلها عنده بروتوكول خاص يشتغل هناك. طبعاً اثنيناتهم يعتبرون شنو؟ اثنيناتهم يعتبرون رود ماب. رود ماب لأي فندر لأي شركة حتى يقدر أنه عن طريقة يشارك الفعاليات اللي تحدث بداخل الشبكة طبعا بالنسبة للأنظمة الحديثة تستخدم التقنية اللاير اللي راح تحتوي على شنو؟ على بروتوكولات مختلفة وطبعا كل بروتوكول من هاي البروتوكولات تشتغل على ليفل معين تمام؟ فهنا عندنا مثلا application layer شوف كلمة layer اوكي فاذا الانظمه الحديثه تشتغل على اساس لاير تقنيات اللاير او طرق اللاير وهذه البروتوكولات تشتغل على ليفلات مختلفه تلقى بروتوكولات في الابلكيشن تلقى بروتوكولات في البرزنتيشن اعرف هاي المصطلحات شوي غريبه عليك راح نجي نفسرها بالسيشن بالترانسبورت يعني فراح تلقى في كل جزء عندك بروتوكول معين يشتغل بها تمام فهذه البروتوكولات ممكن تكون ايضا تابعه لعائله او مجموعة من البروتوكولات يعني على سبيل المثال في عندك انت الاي بي اكس تمام هذا راح تسمع عنه راح تسمع عن الاي بي اكس في كثير من الـ الـ الشركات على سبيل المثال اللي هو الانترنت ورك باكت اكستشينج وايضا عندنا شنو؟ عندنا الاس بي اكس فعندنا الاي بي اكس والاس بي اكس ذول الـ الاثنين هم الانترنت انترنت ورك باكيت اكسشينج او سيكونس باكيت اكسشينج هذول الاثنين اللي خلينا نقول على اساسها يتم تصميم شنو uh, خلينا نقول الشبكات في داخل وورك نفسها او هي بروتوكولات لها طبعا احنا نرجع نقول اللايرات هذه اللي بدنا نتعامل وياها هاي اللايرات كل وحده من عندهم تحدد مشكله معينه من اجي اني انقل هذه البيانات من جهازي سواء كان كمبيوتر او موبايل او اي شيء كان احولها للطرف الثاني على سبيل المثال انا بالنسبه لي كمستخدم راح اتعامل مع الابليكيشن لاير طيب الابليكيشن لاير اذا نريد ناخذ مثال بسيط عليه هذا المتصفح الأمامكم. امامكم هذا المتصفح اللي امامكم يعتبر بطبقه الابليكيشن لاير حلو لحد ما تمر هاي المعلومات من هاي الليرات كلها توصل للفيزيكال <applause> <applause> طبعا حتى تقدر تتصور الفيزيكال شنو هو اذا ملاحظين الار جي الكيبل تمام اللي تربطه بالانترنت القديم وحاليا احنا بدنا نستخدم لابتوبات وواي فاي فالكارت الوايرلس مالتك هو من الفيزيكال لاير فاذا قسموها بحيث حتى يوضحوا لنا بالضبط هاي اللايرات عندها مهمه معينه تحل مشكله معينه بحيث انه هاي المعلومات اللي انا اجي اكتبها هنا ككتابه مستحيل تمر للفيزيكال لاير بالفيزيكال لاير راح تتحول الى 010101 ولما تجي المعلومات على شكل 010101 لحد ما توصل لي راح تتحول الى شنو الى نص او الى هذه الصوره مثل ما تشوفوها تمام فاذا بهالشكل احنا جاي دا نقسم دا نقسم الرساله اللي جاي نرسلها من الكمبيوتر الى الانترنت او من الانترنت للكمبيوتر او من الكمبيوتر للوايرلس ومن الوايرلس للكمبيوتر كل هاي التحديثات اللي تصير او كل هذه التعديلات اللي تصير هي بالاصل هي شنو عمليه تبادل البيانات لا اكثر لا اقل انه شلون نتبادل البيانات من الكمبيوتر الاول للكمبيوتر الثاني تمام يعني على سبيل المثال احنا من نريد نسوي اه ربط نيتورك بهذه الحاله لازم احنا اذا ركبنا اللابتوب مالتنا بكيبل ار جي او مثلا ربطنا نفسنا بالواي فاي فبهالحاله احنا لازم نمتلك شنو لازم يكون عندنا الاي بي ادريس وماك ادريس ذول الاثنين يشتغلون بشنو بالنيتورك لاير ذول الاثنين بالنيتورك يعني من اقول لك اني عن انت حصلت على اي بي انت حصلت على اي بي اللي معنون بالماك ادريس مالتك اعرف انه انت وصلت للنيتورك لاير لابتوبك الان ما مربوط بالواي فاي بمجرد ما تربطه فمن ياخذ الاي بي معناته من الفيزيكال للداتا لينك لحد النيتورك وصل الاتصال تمام فبالنيتورك لاير فكرته شنو هو هي اعاده توجيه الراوتينج من نقول راوتينج يعني اعاده توجيه تمام اعاده توجيه البيانات او الترافيك من هذا الكمبيوتر الى كمبيوتر اخر مثلا. في حاله اذا كان هذا الترافيك هذا الترافيك ما يقدر يوصل خلينا نقول بالطرف الثاني فممكن احنا نسوي له اعاده يعني اعاده ارسال من جديد. طبعا اعاده الارسال على اي اساس يمشي؟ انت من تجي على النيتورك نفسها النيتورك لاير نفسها من يجي يحاول ينقل البيانات للطرف الثاني على سبيل المثال شلون يتاكد انه هو ما انتقل بشكل صحيح او شو وقت هو يعرف انه لازم يسوي اعاده ارسال من جديد اكو هناك مصطلح اللي هو احنا نسميه بشنو الايرور ديتكشن في النيتورك لاير ممكن يكتشف اذا في حاله مشكله معينه صارت ديتكشن هو كشف كشف عن اخطاء اذا شاف ماكو رد من طرف الثاني معناته في مشكله حدثت فبهالحاله راح يشيك في ايرور ولا لا اذا لقى ايرور ممكن انه يعالج هاي المشكله اللي حدثت في داخل النيتورك تمام يحسن من الترانزميت مالته انه يعيد ارسال الترانسميشن مالته طبعا راح نجي نشوف بال بالنيتورك نفسها اللاير شلون يتم نقل هاي المعلومات وعلى اساس طبعا احنا بنتكلم عن النيتورك فاحنا بالنيتورك لاير الداتا حتى تنتقل لازم تتبع متجه معين اللي احنا نسميها شنو بالاورينتيشن اوكي فعندنا شنو عندنا التي سي بي وعدنا ايضا اليو دي بي هذا الاثنين اللي احنا نشتغل عليهم التي سي بي واليو دي بي واحد من عدهم نعتبره التي سي بي هو كونكشن oriented اورينتد uh, عفوا واليو دي بي اللي هو كونكشن ليس طيب احنا هذول النوعين فقط عندنا اللي هم يعتبرون من شنو؟ من ال خلينا نقول من الطبقه الثالثه اللي هو النيتورك لاير فكرتهم شنو هو فكرتهم هم شلون راح يرسلون البيانات يعني من اني اجي اقول لك مثلا يجي في بالك تي سي بي او شنو او يو دي بي او شنو هي مجرد شنو انه احنا شلون نستخدمهم حتى نقدر ننقل البيانات للطرف الثاني هي إيه هاي الفكره مالتهم، بس كل وحده من عندهم عندها شغل معين، يعني على سبيل المثال اذا انا اجي فور اكزامبل خلينا نشوف الصور ونشوف التي سي بي، لاحظ هنا أنا مثلا صوره موضح لك اياها اليه عمل التي سي بي، ولو عندنا صوره عندنا صغيره خلينا نشوف هذا التي سي بي هنا أنا موجود، اوكي تشيك ذس وان، اوكي زين، هنا, هنا نلاحظ التي سي بي ان اكشن، التي سي بي شلون بيشتغل. خلي في بالك نقطة كل شيء أساسية. الكلاينت هذا الشخص هذا من يحاول انه يتصل مع السيرفر يعني احنا خلينا نقول هذا هو انت وده تحاول تتصل مع جوجل على سبيل المثال زين عن طريق شنو عن طريق المتصفح يعني تعرض موقع جوجل او تستخدم جوجل ترانسليتر او اي تطبيقات من تطبيقات جوجل فانت راح تمر على مجموعه مراحل بالمرحله الاولى بالمرحله الاولى اللي احنا نسميها بشنو بالانيشيت connection اللي هو انت اول ما تبدا بالكونكشن اول ما تبدا الربط انت تريد شنو تتحقق اكورات بالطرف الثاني لو لا فتجي شنو سن سيجمنت هذا السايكرنايز سيجمنت اللي انت ترسله للطرف الثاني من يوصل للسيرفر السيرفر راح يرسل لك معلومتين واحده من عندهم السن والاخ الاك اللي احنا نسميها اكنولجمنت ذول الاثنين سيجمنت ينتزون للطرف الثاني هذا من يوصل هالطرف احنا نعتبره بالشنو؟ بال incomplete connection، يعني بعد الاتصال ما كامل. ليش ما كامل؟ لان لازم يرد، بمجرد ما يرد عليه عن طريق السن والاكنولجمنت يرجعه المن؟ للطرف الثاني اللي هو الكلاينت اللي هو انت. فهنا راح نعتبره شنو؟ incomplete connection، انه الاتصال تم. بس يحتاج مره اخرى شنو؟ انه يرسل acknowledgement، انه اني ردك وصل لي. فتنلاحظ اول شيء كأنما ما شيء يقول له يعني لو نجي نحولها للغه الانسان أنا اجي اقول هلو مرحبا اقدر احكي وياك السيرفر شيرد عليه اي نعم ليش لا نحشي. أوكي إذن خلينا نحكي اوكي اذا خلينا نحكي سويه فتلاحظ انه ثلاث محاولات تصير بيناتهم او بثلاث عمليات تتم الطريقه فلذلك هذه الحاله يسموها بشنو 3 way handshake established connection يعني بتلف طرق دي يسوي شنو؟ هاند شيك، هاند شيك هي شنو؟ المصافحه. طبعا ال 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 بمجرد انه هذا ال acknowledge يوصل يوصل للطرف السيرفر راح يبدي شنو؟ راح يبدي انه يرسل البيانات المن للكلينت طبعا هنا ممكن انه شنو؟ عندك الكلاينت على سبيل المثال اذا نجي اكو مصطلح اللي اريد اعرفكم عليه اوكي هاي متوضحه يمكن اكثر فنجي هنا نفتحها زين اتصور لنا الصوره this one هذا الويندو سايز اوكي فهنا نلاحظ شنو نلاحظ انه احنا بالتي سي بي بعد ما يرسل خلينا نقول هذا هو خلينا نقول طرفك انت المستخدم وهذا هو الويب سيرفر اللي انت تريده ف من ترسل انت الاكنولج تتذكروه بالصوره الاولى اللي احنا اخذناها تمام ممكن انه شنو الطرف مالتك انت يدز اكثر من شنو اكثر من سيجمنت في نفس الوقت اوكي الطرف الثاني ممكن يدز اكثر من سيجمنت قبل لا يوصل شنو قبل لا يوصل الاكنولجمنت ما ينتظر من عنده فبهالحاله شنو هاي المرحله احنا نسميها بشنو نسميها بالويندوز سايز طبعا الويندوز سايز ممكن تكون يعني حجمها مختلف يعني ممكن انت يجي لك سيجمنت واحده تمام فالويندو سايز خلينا نقول واحد مثلا اجاك اثنين فيكون عندك الويندو سايز مالتك اثنين يعني حجم خلينا نقول السيجمنت اللي تم ارسالها تمام فحجم او مقدار المعلومات اللي ممكن ارسالها قبل اللي يرد عليك هذه اللي احنا نسميها شنو بالويندو سايز بمجرد ما يوصل لك الاكنولجمنت بهالشكل يستمر ال خلينا نقول الكلاينت بارسال شنو السيجمنتس او مثلا نانو ويب سيرفر هو اللي راح يدس للكلاينت صح ولا لا لانه هو ده ياخذ من عند المعلومات فراح يبدي يظل يرسل الى ما دام ده يوصل له شنو يوصل له اكنولجمنت فبالتي سي بي بالتي سي بي عفوا راح نلاحظ اكو اه تحقق يعني هنا على سبيل المثال اي بيانات انت ترسلها من طرف المستخدم لحد طرف السيرفر فلازم يرجع السيرفر ينطي له خبر انه تم الارسال طبعا هذا مو شرط بين المستخدم وبين السيرفر ممكن يكون بين كمبيوتر وكمبيوتر يعني في كل مرحله يرسل بها البيانات لازم هذا يرجع له خبر انه وصلت لي البيانات لازم يقول له وصل البيانات اذا ما رجع اذا ما رجع معناته اكو ايرور بالموضوع فراح يبدي يحسب الباكيت اللي دزهن يش قد عددهم وشنو الباكت اللي انفقدت بالطريق ايش يسوي هنا يعيد ارسالها من جديد يعيد ارسال هاي المعلومات اللي تم نقصها او كانت ناقصه بذليه فتلقى هنا التي سي بي شنو يتحقق في كل مرحله فبهالشكل هو يعتبر شلون نقول عليه اكثر موثوقيه او اكثر اعتماديه عليه لانه ليش يتاكد يتأكد أنه الرسالة وصلت بشكل صحيح كي؟ okay. يختلف عن منه يختلف عن صديقنا اللي هو منه الـ UDP صديق الآخر خلينا نقول بعتلي على تي بي يختلف عن اليو دي بي ليش اليو دي بي ما عنده اي يعني انسان عايش ويا نفسه اوكي okay. وصل لك المعلومه ما وصل لك المعلومه هاي مشكلتك انت ما يهتم هو زين ما راح يهتم اذا انت استلمت او ما استلمت هاي الصورة كلش واضحة اسوان خلينا نشوف زين فانت استلمت الصورة هاي 5000 حجمها شو عجبني طلع لي صغير اسوان فانت استلمت الصورة ما استلمتها هاي مشكلتك انت مو مشكلته هو فمو مثل التي سي بي يعني لاحظ انه بالتي سي بي لازم اكنولوج ينرسل بينما باليو دي بي لا مسالته واضحه يقول لك انت شو تريد؟ اريد بيانات يلا دزه، راسا يدز شوف لاحظ يدز يدز ما يتحقق مثل هذا يختلف زين فاذا اليو دي بي اللي احنا نسميه باليوزر داتا جرام بروتوكول تمام او مختصرها بشنو؟ يو دي بي يو دي بي المعلومات الرسل بدون انه نحتاج الى اكنولجمنت من الطرف الثاني ماكو شيء بيها اوردر فما عندك دوبليكيشن بروتكشن uh, فلذلك نعتبره شنو Connectionless ليش اعتبرناها كونكشن ليس لانه اليو دي بي يرسل المعلومات للطرف الثاني بدون ان يتحقق من عنده اوكي فبهالشكل احنا راح نلاحظ انه التي سي بي راح يكون ابطا من اليو دي بي يعني التي سي بي اذا قارناه باليو دي بي راح نلاحظ التي سي بي يتحقق أوكي أكثر وثوقية هنا ما يتحقق ما بيها وثوقية يعني انت ما تعرف البيانات وصلت له لا الطرف الثاني ال TCP سي بي أبطأ واليو دي بي أسرع بكثير من التي سي بي لأن ما يحتاج ينتظر أصلا يجي له شنو Acknowledgement. أوكي بس لكن مو معناته انه هو أسرع معناته هو أفضل أنت خلي في بالك ممكن يصير عندك دروب بالباكيت فما يوصل المعلومات بشكل كامل هنا أنا ممكن يجي في بالك انه لحظه يعني بهالشكل احنا الانترنت او النيتورك دائما نعتمد على التي سي بي هذا اه التفكير خطا تمام؟ التي سي بي مو يعني مو بكل الحالات يستخدم اكو حالات نستخدم بها التي سي بي نعم لازم اوكي او محبب انه يستخدم فيها التي سي بي اكو حالات لا محبب انه يستخدم فيها اليو دي بي ما ينفع تي سي بي تمام؟ يعني اذا استخدمت التي سي بي راح يخربها فشنو الحالات اللي نستخدم بها تي سي بي؟ التي سي بي اي شيء له علاقه بالملفات نصوص صوره كتابه هاي الاشياء تي سي بي تفيد وياها تمام؟ فاذا انا هسه من جاي اعرض هاي الصوره تذكروا من جد أج اجي اقول له رايت كليك اوبن اوكي هاي الصوره اريد تنعرض بالكامل ما اريد جزء من عنده لان اذا استخدمت يو دي بي ممكن جزء من الصوره ما يظهر لاحظت شلون؟ طيب هذا بالنسبه للتي سي بي بالنسبه لليو دي بي وين يظهر القوه مالته اليو دي بي كون انه اسرع من التي سي بي ونفس الوقت ما يتحقق فيحبب انه وين يكون يستخدموه بالفيديو تمام اذا انت تشوف الفيديو او بث مباشر الاونلاين هاي البث المباشر اللي يسوونه على الفيسبوك او على كثير من مواقع انه تكون يو دي ليش لان تتخيل اذا احنا استخدمنا تي سي بي تي سي بي اذا ما وصل المعلومه بشكل صح فراح يعيد ارسالها من جديد، يعني تخيل الان مرات مثلا شايفين منحج... مثلا تحشون بالتليفون مرات يتقطع الصوت فمن اقول مثلا شلونك اوكي؟ مثلا خلينا نقول ال... الشين ما وصل لك فوصل لونك بس انت ويا الكلام تفتهم انه هو قصده شلونك اوكي؟ فتخيل اذا صار ريترانسميت راح يصير مثلا لونك يرجع مرت لاغ لونك شلونك تخيل او ششش لونك فراح يصير خربطه او مثلا بالفيديو البث الساتلايت تمام هذا ايضا يستخدم يو دي بي فانت من تشوف الطوبه مثلا اللاعب ده يضرب الطوبه وصار تقطع شايفين ايام المطر فتخيل اذا كان تي سي بي وهو ده يسجل الهدف وصار مثلا أه خلينا نقول بعض البتات او بعض الباكتس ما بشكل مباشر فشايفين شويه أه تصير بكسلات تصير على الشاشه فاذا صار تي سي بي راح يبقى اللاعب شنو يحرك رجلينه وما ما يسجل الجول اوكي يرجع يرسلها فيصير ايضا ليبسينج ممكن يكون حتى بالصوت والصوره ما من ما بعرف. فلذلك هنا أنا يحبب منه اليو دي بي اذا عندك صوت أه بث مباشر زوم جماعته ذولا يحبب دائما انه يكون يو دي بي طيب خلونا نجي نتعرف على البورتس بالنسبه لنا على سبيل المثال اذا احنا جينا على اللاير 4 اللاير 4 لاير 4 بورتس تمام اللاير 4 بورتس اللي هو شنو الترانسبورت لاير طيب هذا الـ transport layer شنو البورتات اللي راح تكون متوفرة بيها؟ طبعاً البورتات اللي راح تكون موجودة هنا بالترانسبورت لاير layer بتلاحظ هنا transport layer اللي هو الرابع layer يعتبر من اس OSI موديل أوكي؟ خلي في بالك إنه هنا عندك البورت راح يتعامل مع 16 بت numbers تمام؟ هنا راح يفتح لك الشانل يا إما يكون تي سي بي أو UDP. يعني البورت هنا راح ينفتح من ينفتح البورت لازم يحدد اذا هو يريد يستخدم تي سي بي او يستخدم شنو يو دي بي تمام فالفكره مالته شنو هو هنا من يحدد الترانسبورت ال لاير عفوا الاهميه مالته وين راح تكون من تحدد هنا البورت وتحدد هنا تي سي بي او يو دي بي بمعنى انه يقدر يسوي لسننج يقدر هذا البورت يتنصت عليه او يستمع او ينتظر من عنده كونكشن معين على سبيل المثال انت جاي تريد تفتح موقع معين فأنا من افتح هذا الموقع الموقع هذا البورت ما 80 أنا بالنسبه لي ما يفتح يمي بورت 80 لا راح يفتح بورت اخر بس اتصالي بي لازم شيء يكون تي سي بي مثلا تمام فهذا المسؤول عليه منه راح يكون راح يكون الترانسبورت لاير هنا أنا. طبعا انت عندك البورتات رينج بيها يعني انا من اجي اقول على سبيل المثال عندي بورتات اللي هو يسمونه بالويل نون بورتس نمبر شوف الويل نون بورتس نمبر شنو هذول قصدهم؟ هذه البورتات اللي تشمل من 0 ل 1023 اللي هو بمجموعه يصير شنو 1024 بورت اللي اقل من 1024 بورت هذه البورتات هي تعتبر ويل نون بورتس شنو قصدنا بالويل نون بورتس يعني على سبيل المثال من تقول ال HTTP هو البورت مالته 80 FTP هو البورت مالته 21 شو عرفتهم هذا الشيء اوكي لأن ذول يتم تحديدهم شلون انت عندك بوبليك اي بي وريال اي بي وكذلك اوكي فانت عندك مجموعه بورتات هذه البورتات عن طريقه تعرف يا بروتوكول دا يشتغل يعني على سبيل المثال هنا أنا التيل نت 23 هسه اي واحد تساله من جامعه النيتورك تقول له البورت مالت التيل نت يقول لك 23 تقول له البورت مالت الاتش تي تي بي يقول لك 80 اف تي بي 20 21 تمام اس ان ام بي يقول لك 161 162 تمام وطبعا في بيهم يعني بعضهم اكو يشتغل على السي بي واكو يشتغل على اليو دي بي راح نجي نشوفهم فانت خلي في بالك من صفر لحد 1023 هاي البورتات تنحجز المن للخدمات مات البروتوكولز وكل بروتوكولز عنده مكان معين راح يشتغل من ال OSI layer طيب من ال 1024 فما فوق هاي البورتات المن اوكي لان عدد البورتات اللي عندك ايش قد راح يكون من صفر الى 65565 هذه ارقام البورتات من صفر لهذا الرقم حلو فالويل نون بورتس اللي قلنا عليهم محجوزات ولا من صفر ل 1023 فدائما تلقى مثلا لما تسوي كونكشن مثلا سا جوجل السيرفر مالتها يكون على بورت 80 فانت من تفتح وياها قناه خلينا نقول كونكشن رابط فالاي بي مالت جوجل زائد البورت مالته وانت راح يكون عندك الاي بي مالتك الداخلي زائدا بورت من حاسبتك بس حاسبتك مستحيل تحجز من الصفر ل 1023، دائما تحجز من الرينج هذا من 1024 مثلا او تلقاه من 49152 لحد هذا الرقم. بهذا الرينج دائما تلقى البورتات مالتك. طبعا اكو تولز معينه راح ناخذ فكره عنها شلون نقدر نعرف البورتات والكونكشنز المفتوحه اذا كان تي سي بي او يو دي بي سواء كنت تستخدم ويندوز او لينكس او ماك. على العموم هذه البورتات لازم تخليها في بالك لان فكرتها شنو؟ هذه البورتات تعتبر شنو؟ تعتبر من البورتات اللي هي اللونج تيرم كوميونيكيشن يعني شنو قصدنا اللونج تيرم كوميونيكيشن؟ كون انه هذا الجوجل خلينا نقول الاي بي مالت الجوجل يشتغل على بورت 80 من صفر ل 1023 تعتبر من اللونج تيرم كوميونيكيشن يعني هذا دائما يكون تواصل مالته طويل اوكي بمعنى انه عندك اكثر من حاسبه تتصل بجوجل حاليا بينما انت بالنسبه لك راح تحجز البورتات العالية جدا او خلينا نقول اللي اعلى من 1024، هذه البورتات اللي اعلى من 1024 نعتبرها بالشورت تيرم كوميكيشنز. ليش نعتبرها بالشورت تيرم كوميونيكيشنز؟ لان اتصالنا بجوجل ما راح يبقى كثير، يعني انا ممكن اغلق هذا الاتصال تمام؟ بس راح يبقى جوجل شغال. فاذا هذا البورت مهمته بسيطه جدا. فانت ممكن انه على سبيل المثال لسننج uh, تسويه على التي سي بي بورت 80 او تعمل لسننج على التي سي بي على البورت حاليا هذا اتش تي تي بي اس معناته انا جاي اسوي لسننج مو على 80 دا اسوي لسننج على 443 اللي هو الخاص بال اتش تي تي بي طبعا انا بالنسبه لي من اجي احدد البورتات انت مثل ما قلنا البورت نمبر اللي هو حجمه 16 بتس ممكن يكون من صفر ل 65535 خلي في بالك التي سي بي مستحيل ياخذ البورت صفر البورت 0 محجوز علما لليو دي بي تمام وطبعا البورت صفر اليو دي بي ايضا ما راح يستخدمه هو صح هو مات اليو دي بي بس ما راح يستخدم اليو دي بي هذا يعتبره شنو نو بورت از يوزد ما راح يستخدم هنا البورت مالتك طيب احنا من نجي نربط البورت نمبر ويا منو ويا الاي بي ادريس راح يكون عندنا شنو راح نولد انترنت سوكيت هذا كثير من المبرمجين يسمعون عنه وكذلك جماعه النيتورك اوكي الانترنت سوكيت اللي هو المربط اللي راح يربطك مع منو مع الانترنت تمام طيب اذا الانترنت سوكيت يتم توليده ب بالترانسبورت بروتوكول اللي هو البورت نمبر وعندك منه الاي بي ادريس هاي العمليه احنا شو نسميها نسميها عمليه البايندينج بير هوست اللي هو احنا نربط نفسنا للهوست اوكي طبعا عمليه الرابط النتورك سوكيت هذه راح يكون يسمح لك انه يتم ربط بورت مع اي بي فقط بورت مع اي بي واحده فقط ما يسمح اكثر فهاي الحالة وين تقدرون تتأكدوا من عدها؟ شايفين مرات مثلا من ننزل تطبيقات SQL Server أو نزل في التطبيق يعتمد على النيتورك مرات شنو يقول لك؟ يقول لك والله هذا البورت آه نيوز هذا البورت مشغول نيوز تمام؟ يعني هنا ممكن يشوف لنا في الصورة بورت يقول لنا بورت از نيوز اوكي شوف هذا لاحظ شي يقول لك هنا بالصوره؟ يقول لك هذا السيرفر ما يقدر يعني يبلش ستارت ليش؟ بورت اوف مايننج از اوريدي ان يوز فبهالشكل احنا نعرف انه احنا عندنا سنجل بايندينج يسمح لنا بورت يربط ويا اي بي ما يسمح انه تسوي انت تشغل اي بي جديد على نفس البورت ما يصير هذا الشيء يصير كونفليكت فالسيرفر هنا ما راح يشتغل ليش هذا البورت اوريدي ان يوز ايشو هذا النوع اللي يطلع لك اياها بالسوفت وير لاير خلينا نقول بالابلكيشن لاير ممكن يظهر لك اياها طبعا احنا مثل ما عندنا هذه البورتات كذلك عندنا شنو فاير وولز الفاير وولز اللي موجوده بالراوترز وكذلك السويتشز خلينا نقول الفاير وول بشكل عام هذا راح شنو يشيك لك البورتات اللي موجوده يعني اوقات مثلا البورتات ما تشتغل ليش؟ لان انت عندك فاير وول وول كانت بالرواتر او بالسويتشز هذول وظيفتهم شنو؟ يحاولون يشيكون عدد البورتات اللي مفتوحه وشلون جاي تستخدم البورت وشلون يسمح هذا البورت نمبر انه يتواصل مع مجموعه من الخدمات، نلاحظ مثلا في بعض أه مو شرط بس بالفاير وول بالكمبيوتر هسه أه تلاحظون بالويندوز 10 أه على سبيل المثال راح تلاحظون مثلا التلنت اللي هو 23 بورت مالته هذا مو ما موجود مغلق ليش لان الويندوز 10 يعرف انه التلنت بيها ثغرات امنيه فلذلك ما يستخدمها اوكي تكون معطله مع العلم انه التيرنت مرات تقدر عن طريقه تقدر تعرف اذا كانت التي سي بي كونكشن متوفر بالسيرفر ولا لا بس كون انه هو ينقل المعلومات على شكل تكست فلذلك ما محبب مع العلم اكو في بعض الناس لاحظتهم لا زالوا يستخدمون التيرنت مع العلم التيرنت هو يعتبر خطر جدا لان ممكن انه يستخدموها ك خرق يعتبروها كخرق امني على سبيل المثال اوكي فلذلك عن طريق الفاير ممكن تعرف البورت نمبرز اللي متوفره عندك وهذه البورت نمبرز يتم التحكم بها ليش؟ لان هي تحدد الفاير وولز ايضا تحدد لك عن طريق البورتس نوع الترافيك اللي متوقع انه يتدفق بداخل هذا النيتورك تمام؟ سواء كان راح يتدفق هذا داخل الرواتر اذا كان هذا الفاير وولز تحمي رواتر واذا تحمي سويتشات على سبيل المثال فنقدر نعرف ايضا البورت نمبر عن طريقه الكواليتي اوف سيرفيس مدى دقه السيرفيس اللي احنا جايين نقدمها فممكن نستخدم هذه البورتات حتى نحدد نوع الترافيك على سبيل المثال نقيم البرايورتي مالته يعني الأفضلية والأسبقية مالته على سبيل المثال لو ملاحظين أنه أنت مرات من تباوع أنتم أغلبكم عدكم بجنوب والوسط عدكم خدمة الفيديو تمام تشوفون الأفلام لو ملاحظين أنه من تشغل الفيلم يبطأ النت أوكي يبطأ النت ليش؟ لانه البورت هو ايضا يتم تحديد ياهو اللي عنده برايورتي مثلا عندك مثلا فويس اوفر اي بي ترافيك الفيديو ترافيك هذول البرايورتي ماتهم اعلى من شنو؟ من الويب سيرفينج اللي هو تصفح فتلقى مثلا تصفح عندك بطأ وواحد فاتح فيديو ماذا يبطأ عنده؟ ليش؟ لان ذاك البرايورتي مالته اعلى من عندك يكون بالنتورك فشوف لاحظ البورتس ايضا مدى تاثيرها تمام؟ طبعا احنا عندنا ايضا مصطلحين ناخذ فكره عنهم اللي هو الباكت الباكيتس وايضا الفريمز بالنتوركينج طبعا بنتكلم عن الباكت وبنتكلم عن الفريمز فاحنا بدنا نتكلم عن منه على اذا نرجع للاي سي لاير راح نحكي على الداتا لينك لاير هذول الاثنين موجودين وين موجودين بالداتا لينك Layer اللي هو الثاني layer راح يكون تمام بالOSI اللي هو راح يكون الثاني layer uh, This one شوف لاحظ هذا layer رقم 7 هذا layer الثاني data link layer هنا راح يكون فأنت عندك بالdata link layer إذا نجي ندقق عليه هذا layer مسؤول عن الاتصال أو الcommunication Uh, للسويتش نيتورك يعني هنا راح تلقى السويتش يشتغل السويتش والهاب ولو الهاب ما يعتبر لان ليش الهاب اشارات كهربائيه يتعامل فما يصير تقول هنا يعني الهاب ممكن تعتبره من الفيزيكال ليش نقدر نتعامل مع اشارات كهربائيه الهاب نقدر نعتبره مو ذكي بينما الداتا لينك هنا داتا موجود الماك ادريس وجماعته فهنا راح يكون فريم فهنا راح يكون السويتش السويتشات هنا تشتغل والسويتشات هنا وظيفته شنو سويتشينج بمعنى انه يعتمد على الماك ادريس والماك ادريس شنو هو الماك ادريس عباره عن خلينا نقول uh, ست جروبس كل جروب بيها اثنين هيكسا ديجيتال دي تمام واللي ينفصل عن طريق كولوم او هايفنز يعني هنا كتبنا ماك ادريس او ادريس خلينا نقول اوكي okay. نايس nice, هذا هذا هو شكل الماك ادريس اوكي بهذه الصوره راح يكون اللي هو عباره عن شنو عن ست جروبات جروب الاول ثاني ثالث رابع خامس سادس حلو بكل جروب هذا راح تلقى شنو تو هيكسا ديسيمال ديجيتس اوكي بيها اف بيها اي بيها زيرو هاي هيكسا ديسيمال تمام يكون دائما كرقم من يكتبوها دائما شنو يفصلوها يا اما بفارزه يا اما بهايفن هايفن هذا الخط الناقص نعتبره هايفن او كولونز نقطتين خلينا نقول فهذه البيانات اللي تنتقل عن طريقها نعتبرها الداتا ستراكشر فهذا اللاير هو الفريم نفسه اوكي طبعا هذا بالنسبه لمن هذا بالنسبه لل data لينك لاير احنا ايضا بين الداتا لينك layer داتا uh, لينك layer عفوا راح يكون بين الفيزيكال وبين النيتورك لاير Network layer وظيفته شنو يرسل المعلومات عن طريق الاي بي ادريس هنا راح يكون الراوتر فالراوترز هنا تشتغل السويتشات هنا راح تشتغل اوكي فلذلك يقول لك السويتش بال... باللاير 2 بينما الراوتر باللاير 3 اوكي لانه هو راح يرسل المعلومات عن طريق شنو عن طريق الاي بي ادريس طبعا احنا البيانات ايضا لازم يصير لها شيء احنا نسميها بالانكاب سوليشن فهنا ايش دا يصير هنا لو نجي نباوع ايش دا يصير بالضبط البيانات شو تنتقل لاحظ هذا الكمبيوتر المرسل اللي يرسل تمام وهذا الكمبيوتر اللي دي يستلم دي يستقبل من نرسل المعلومه شو نسوي له انكابسوليشن نحطها بداخل كبسوله تمام من نجي نستلم المعلومه لازم نفتح الكبسوله ونطلع من عند المعلومات فيصير شنو دي انكابسوليشن فهنا الانكابسوليشن والدي انكابسوليشن هذا هنا راح يكون بها البروتوكول داتا يونت اللي هو البي دي يو البي يو هو شنو المسؤول عن الداتا لو تلاحظ كل الموضوع بشنو بآلية نقل البيانات اوكي هذا الطرف اللي احنا نسميها بشنو بالبي دي اللي هو الانفورميشن اللي راح ينتقل في كل لاير في داخل الاو اس اي اذا تنزل للاسفل نسميها انكابسوليشن اذا تصعد للاعلى نسميها ديكابسوليشن واللاير 1 شوف لاحظ اللاير 1 عنده شنو 1 بي دي راح يكون عنده 1 بي دي يو اللاير 2 لو نركز عليه اللي هو الداتا لينك لاير ايش كم داتا راح يكون عنده راح يكون عنده 2 بي 2 بي بي راح يعتبر شنو يعتبر فريم واحد اوكي فريم واحد الفريم شنو هو هي عباره عن بتس مرتبه اوكي اللي راح يحتوي على الفريمينج بيتس راح يتكون من الباكت بيلود اوكي وايضا الفريم تشيك ذولا عباره عن شنو عن خلينا نقول الفريم تشيك سيكونس اللي هو الاف سي اس الاف سي اس شنو هو يتشيك اذا في حال اكو فد مشكله صارت احنا تذكرون من قلنا المعلومات اذا ما انتقلت او المعلومات انتقلت بشكل خاطئ هذه لازم احنا نتحقق من عنده. فالفريم هذا الفريم اللي راح يكون في داخلها الداتا اوكي المحتويات مالته لازم يكون عندك الفريم هيدر اوكي اللي يحتوي ايضا على معلومات مثل الاي بي والماك ادريس وكثير من معلومات الطرف اللي اللي راح يتم ارساله اوكي وكذلك لازم يكون عنده الباكيت هيدر ويكون عنده ايضا خلينا نقول الباكيت وايضا هيدر segment header كذلك خلينا نقول الايرور ديتكشن راح يكون موجود في داخلها. المرحله الثالثه اللي هو layer 3 اللي احنا نسميها بشنو؟ بال network layer اللي راح يكون شنو انت, أنا انت عندك لان data 1 2 3 فهنا راح يكون عندك شنو؟ ثلاثه بي دي يوز. الباكيت هنا شنو؟ يتم خلينا نقول الكنترول information زائدا البيلود. payload، control information pay هذول الاثنين زائدا راح يحتوي على شنو؟ الباكت packet header اللي لازم يكون بها شنو؟ السورس source آي destination IP، اللي لازم يعرف هو من يا حاسبة راح يطلع واليا حاسبة راح يروح، إضافة إلى ذلك لازم يكون بها شنو؟ الأيرور error detection information ليش؟ لازم أيضاً يعرف إذا صار بيها error ولا لا، تمام؟ البيلود شنو هو؟ من أقول عن كلمة payload، payload هي الداتا. الداتا اللي جاي تنقلها ساري حاليا انت عرض هاي الصوره هي داتا فهذا نسميه احنا payload انه اللي اليوزر داتا اللي اللي احنا نريده شنو ينتقل transport ينتقل للطرف الثاني طيب بالترانسبورت ايش جاي يصير هنا أنا. شوف احنا كل ما بدنا ننزل للاسفل يصير عندك شنو معلومات اكثر تتنضاف كل ما بدنا نصنع نصعد للاعلى معلومات اقل زين بالنسبة للترانسبورت الترانسبورت ايش هنا الترانسبورت هنا يحدد إذا كان هذا طبعا هاي البيانات اللي احنا نريدها السيجمنت هيدر راح يحتوي على شنو راح يحتوي إذا كان هذا السيجمنت هو تي ولا يو دي يا طريقة تريدها فالهيدر مالته أيضا راح يحتوي على شنو يحتوي على معلومات مالت الديستنيشن اي بي source with destination يعني من وين لوين دي يروح تمام لان هاي المعلومات راح يقراها الكمبيوتر وكذلك راح يقراها منو راح يقراها النتورك اللي هو مثلا ممكن يكون سويتش او راوتر ما انت الكمبيوتر المربوط بالراوتر على سبيل المثال الراوتر لازم يعرف هذا هذا وين رايح حتى يوجهها بالمكان الصحيح اللي يعني هو معقوله هو طالع من الكمبيوتر ما يعرف وين يتجه كذلك راح يحتوي على شنو الويندو سايز اللي ايضا اخذنا فكره عنها وكذلك راح يحتوي على شنو يحتوي على البورت نمبر لان احنا قلنا لازم يصير عندنا انترنت سوكيت حتى هذا يتصل بهذا بدون بورت ما تصير ف فكرة الـ TCP والـ UDP ترى نفس الشيء. الـ UDP نفس الفكرة بس لكن مع معلومات أقل. يعني شنو؟ كل هذه المعلومات اللي ذكرتها هي كانت تخص الـ TCP. الـ UDP معلومات أقل شنو؟ ما بها يعني ما يتحقق صح؟ يعني نفس الاوبشنات يعني موجود بيها السورس والدستنيشن اي بي على سبيل المثال اوكي بس ما بيها مثلا تشيكنج يعني مو مثل تي سي بي تشيك الطرف الثاني وصل ولا لا فتلاحظ الليرات على سبيل المثال آه بهاي الليرات من الليار 7 اوكي هاي السته تمام هذه خمسه هاي الليرات واضحه ووضوح الشمس انه هي ليرات فقط راح تحتوي على الداتا ما بيها اي معلومات اوكي okay. داتا زائدا راح شو تسوي للداتا راح تسويها انكربت مشفره او ممكن يسوي لها شنو كومبرس uh, uh, ضغط لهذه البيانات حتى ينتقل للطرف الثاني طيب هو البروتوكولز اللي احنا جاي نستخدمها بالانترنت شنو هي انواع البروتوكولز اللي احنا راح نستخدمها عندك أنواع على سبيل المثال عندك نوع هذا خلينا نحافظ عليها اللي احنا نسميها بالادريس Address Resolution Protocol ARP هذا ركزوا وياي يعني. أوكي okay. ARP الـ ARP اللي هو Address okay. Address Resolution خلينا نشوف الصورة إذا واضحة Yes Address Resolution Protocol هذا يستخدم بالـ IP version 4 تمام وظيفته شنو ادريسنج اونلي قصدنا شنو بالادريسنج انه ياخذ الماكات تمام يعني عن طريق هذا البروتوكول ياخذ الماكات وينطي اي بيات لهم طبعا هذا البروتوكول من الثمانينات تقريبا 1980 آه، خلينا نقول تم اضافه هذا البروتوكول هذا وظيفته شنو هذا راح يشتغل بين طبقتين هذا كلش محتال اوقات كثيره يتلاعبون بعقل ابو النيتورك مثلا يقول الارب بيا بيا لاير اوكي هذا البروتوكول بيا لاير راح يشتغل فبعضهم شي يقول لك ها بالنيتورك لاير بعضهم يقول لك ها لا بالداتا لينك لاير لا هذا يشتغل بيناتهم اثنيناتهم ليش ليش هسه اقول لك ليش الداتا لينك لاير يحتوي على الماك ادريس النيتورك لير يحتوي على الاي بي فهو راح يشتغل بيناتهم ياخذ مننا الماك حتى ينطي الاي بي فهو بيناتهم منا راح ياخذ الاي بي ومنا راح ياخذ الماك فهذا كثير كثير من مهندسين الشبكات يتخربطون بهاي المساله في ناس تعتبره نيتورك وفي ناس تعتبره داتا لينك بس هو لا هو بيناتهم اثنيناتهم طيب هو الارب شلون ده يشتغل الارب اصلا شلون ده يشتغل شوف عزيزي انا من احاول اتواصل بين هاي الحاسبه وهاي الحاسبه هذا سندر يرسل هاي الحاسبه اوكي ارجع اقول ركزوا هذا البروتوكول كلش مهم آه السندر هذا وهذا الريسيفر لما يريد يرسل لي عن طريق سويتش مثلا هذا قدامنا شنو سويتش تمام فمن يرسل الترافيك للهوست الثاني اللي هو ريسيفر اول شغله شي يسوي يشيك الارب الارب كاتش الارب كاتش شنو هو تيبل موجود في الراوتر هذا التيبل يحتوي على كل الاي بيات اللي موجوده والماكات الادريس المربوطه بها في حاله اذا كان هذا الارب كاتش متوفر فراسا راح يملي المعلومات مات الطرف الثاني ويرسل لها زين في حاله اذا كان انه السندر ما قدر يعرف الطرف الثاني شنو الماك ادريس مالته هالشكل راح يطلب المعلومات من الراوتر فالراوتر راح يدز له المعلومات يعني هنا مثلا السندر شو يقولك لك انا هذا الاي بي مالتي هذا السبنت مالتي هذا الماك ادريس مالتي انا اريد ارسل المعلومات فيتشيك يطلب من عنده الارب ريكوست يتشيك شنو هنا يتشيك الارب كاتش اوكي انا جاي ادور اشوف ام لوكينج فور هذا الاي بي اللي هو هذا زين شنو الماك ادريس مالته؟ فراح يقول بالنسبه للسورس هذا الماك ادريس مالته السورس من هو؟ السندر هذا المصدر الديستنيشن اذا كان يعرفه الماك ادريس مالت هذا مثلا خلينا نقول هذا الماك ادريس اذا كان يعرفه فراسا شو يسوي للداتا؟ انكابسوليت ويدزه له حلو؟ اما اذا ما كان يعرفه السندر راح يرسل الاي بي الطرف الثاني بس راح يرسل الماك كلها عباره عن افات تمام كلها اف 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 كلها اف راح يدزها الطرف الثاني وينتظر تحديث من عنده بمجرد ما راح يرد عليه يقول له اوكي آه، انت ما تعرف الماك ادريس مالته ماشي انا آه راح اصيح بداخل النتورك منو هذا الاي بي فراسا هذا راح يجاوب يقول هذا اني هذا الاي بي مالتي وهذا الماك ادريس مالتي فمن راح يملي الماك ادريس مالته راسا يقدر يرسل البيانات فالطرفين يبدون يتبادلون البيانات مالتا اوكي فهالشكل آه بعد ما يعرف هذا الاي بي بعد ما هذا يدز رسائل لكل النيتورك يقول هذا الاي بي مال منو هذا راسا راح يستجيب يقول هذا الاي بي مالتي اوكي والماك ادريس اللي تريده هو هذا مالتي اوكي هذا السندر هو راح يعتبر هو راح يجاوبه فهو يعتبر سنتر اوكي والديستنيشن ال... هذا راح يكون فراح يصير الاتصال بيناتهم بس انت لو تدقق هنا قبل لا ندقق اول شيء خلينا بالك على معلومه اخرى هم الارب ايضا مسؤول على الدوبلكيت اي بي شايفين سابقا كان بالنيتورك يطلع مثل طوبه تروح وتجي اوكي الدوبليكيت اللي يصير الدوبليكيت اذا في عندك كمبيوتر اخر دخل للنتورك واخذ نفس الاي بي هالشكل راح يرسل ARP probe احنا نسميه ARP probe راح يدز ز... زائدا الاي بي مالته شو يسوي؟ يسويهم اربع صفاره صفر, صفر 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 طبعا اذا جاوبه انه هذا الـ الـ الكمبيوتر بي اي بي فبهالحاله الاي بي اللي مختاره هو راح يبقى يستخدمه في حاله اذا جاء نيجاتيف انه هذا الحاسمه ما بها اي بي فراح له اي بي جديد فاذا هو ايضا خلينا نقول يكشف لك حاله ال duplicate اي بي بس لكن المشكله هنا شنو هو؟ انتم لاحظتوا سير العمليه شلون صارت؟ هذا راح يقول انا اريد ارسل رساله لهذا الاي بي بس ما عندي الماك ادريس مالته هذا راح يبدي يدور عليه ويا ومجرد ما حاسبه تشوفه راح تقول اوكي اني هذا الاي بي فينطي راسا الماك ادريس هاي حاله خطيره وكثير يستخدموها في حاله المان ان ذا ميدل اتاك انه وش يسوون هنا اللي احنا نعتبره ار poisoning او او ار man in the middle attack اللي هي شنو؟ اللي هي فكرته انه يخدع يخدع عن طريق منو؟ عن طريق الارب. بس وانا اتصور هاي الصوره شوي واضحه. زين يخدعها يعني على سبيل المثال هي المشكله وين صايره؟ هذا الاتاكر شو يسوي؟ يطلب من السويتش شو يقول له؟ يقول له انا عندي هذا الكمبيوتر وهذا الكمبيوتر عندي شغل وياهم ما رساله فشي يسوي السويتش راسا يرد عليه يقول له اوكي هذا هو الماك ادريس مالتهم فبمجرد ما ياخذ الماك ادريس مالتهم شي يسوي هاي الحاسبه راح يخدعها انه يخلي الجيت واي مالته هذا راح يكون وهاي الحاسبه ايضا راح يكون الجيت واي مالته هذا فاي معلومات ترسل من هذول الحاسبتين راح تمر بهذه الحاسبه بالتالي هذا راح يخليهم يتصل بالانترنت هم راح يتصلون بالانترنت عادي بس ما يدرون انه يتصلون عن طريق هاي الحاسبه صارت فصار هذا الراوتر بالنسبه لهم او هذا صار الجيت واي بالنسبه لهاي الحاسبتين فهاي احد الأش... المشاكل اللي موجوده في الارض طبعا في بعض الناس شو تسوي؟ يعني في بعض الراوترات مثلا اذا شفتوا بدوره البيرسونال بيرسونال سكيورتي قلنا انه احنا ممكن على سبيل المثال نثبت الماك ادريس للاي بي هذا الشيء ممكن شفتوا شوفتلكم لكم اياه بالراوتر شلون تقدر تثبت هذا الماك ادريس ويا هذا الاي بي بس لكن هو مو فد شيء يوصون بها او ينصحون بها لان ليش مرات انه مثلا هذا الاي بي يتم حجزه من مكان اخر يعني على سبيل المثال انت اذا حجزت هذا الماك ادريس ويا هذا الاي بي زين آه فانت من طفي الحاسبه ممكن لو تجي حاسبه اخرى connect كونكت بالنتورك فمن تتصل بي ينطي الاي بي مالتك مثلا لان هو السيرفر مالته دي اس بي فمن تجي انت تكنك تصير عندك دوبليكيت مثلا أنا. طبعا هاي المشكله انحلت بالاي بي فيرجن 6 ليش؟ الاي بي فيرجن 6 قام يستخدم شنو؟ عفوا icmp v6 صار الاي v6 هو اللي دي يسوي شنو؟ مكان الارب ال اللي هو موجود وين؟ موجود بال بالتي سي بي بي فيرجن 4 يعني انت عندك ار للاي بي فيرجن 4 اللي قابله بالاي بي فيرجن 6 هو اي سي ام بي في 6 تمام طبعا عندنا بروتوكول ايضا اللي هو اي سي ام بي هذا الاي سي ام بي يعتبروا شنو ملك الترابل شوتينج يحبونه جدا جماعه النيتورك ال ال ليش؟ لان الاي سي ام بي وظيفته شنو يتحقق اذا الطرف الثاني بيهرد ولا لا فيستخدموه كثير بالنيتوركينج حتى بس يعرفون هذا السيرفر عنده استجابه ولا لا واذا كان هذا السيرفر شغال ولا لا مش شايفين احنا مرات لما نجي نفتح التيرمينال ونسوي بينج على مثلا دي ان اس مال جوجل اوكي سوري اللي هو بينج 8 0 8 8 تمام ونقول له انتر هذا اللي يجي عندنا اياه شوف لاحظ جاي جينا اي سي ام بي ريكويست اوكي كنترول سي هذا الريكوست اللي يجينا دي ياكد لنا انه الطرف الثاني اللي هو السيرفر نفسه شغال في حاله اذا اجانا شنو اذا جانا تايم اوت ريكوست معناته شنو عندنا <تحدث> عفوا معناته عندنا الطرف الثاني غير شغال تايم <تحدث> اوت ريكوست تمام <تحدث> فبهالشكل اقدر اتاكد اني <تحدث> عفوا اتاكد 100% انه انا عندي مثلا طرف الثاني شغال ولا لا بس لكن خلي في بالك في بعض آآ آآ الناس اللي مختصين في امن المعلومات شي يسوون يوقفون الاي سي ام بي للطرف السيرفر فمن تجي تسوي بينج مثلا لسيرفراتهم تلقى تايم اوت ريكوست يعني تحس كانما انه السيرفر مالتهم طافي طيب انا اسوي له بينج ماكو بينج تمام ماكو ايكو بس نفس الوقت من ادخل للموقع الويب سايت شغال فهذا اعرف انه هو مسوي ديزيبل للاي سي ام بي ممكن يعمل هذا الشيء طبعا اي سي ام بي ايضا اذا نجي ندخل لداخله خلينا نقول الهيدرز او الهيدر مالته على سبيل المثال راح نلاحظ بهذا الدايجرام راح نلقى بهذا الدايجرام هذا الطول مالته 32 بتس حلو بهذا الدايجرام شنو الاكثر شيء راح اهتم بيها هو التايب والكود التايب شنو هو هو نقدر نعتبره شنو النوع المشكله او نوع الـ عن طريقه نعرف اذا كانت مشكله او معلومه معينه على سبيل المثال انه عن الـ Destination مالتي اللي داي اتوجه الى ان ما اقدر اوصل له تمام او ايكو ريكويست او ايكو ريبلاي وكثير من التفاصيل يرجع لك اياها سواء كان تايب او كان كود الكود راح يعطيك يا رقم يعني على سبيل المثال الكود هو السب selection او خلينا نقول تحديد اكثر يعني اذا كان تايب 3 معناته شنو معناته الديستنيشن ان ما تقدر توصل له هذا الهدف او اذا كان التايب مالته 6 راح يكون ديستنيشن نتورك ان نون ما معروفه ف اوقات احنا بالاي سي بي مثلا نقدر نعمل شنو نعمل Redirects. Redirects هذا خطر ليش الريدايركتس يستفادون من عنده ايضا بالاتاك يعني اذا كنا ريدايركت اتاك فتلقى كثير من الناس على سبيل المثال يقدروا يسوون الريدايركت طبعا هذه ممكن تعمل Disable. هذا ICMP Redirect Attack. انه هذا شو يسوي؟ يحاول الفيكتم على سبيل المثال يتواصل مع منو السويتش، فيصير له اعاده توجيه، ينطي شنو؟ ينطي له نيو راوت. راح يصير التوجيه مالته بدل من السويتش راح يجي على الاتاكر، والاتاكر يعيد توجيهه لمن؟ للديستنيشن هوست. عندك راوتر على سبيل المثال تمنع حالة الريدايركت ما يسمح انه تصير ريدايركت هنا يعني هنا ممكن اكو صورة يس ذس وان هذا شوية واضحة زين انه اني على سبيل المثال هذا الكمبيوتر مالتي دا احاول انه اتصل بالسيرفر وبعدين اتصل بالانترنت فممكن انه يسوي لي ريدايركت انه هذا يتصل بهذا السيرفر وهذا السيرفر يوديه للانترنت وبعدين يرجع لهذا اوكي okay. يعني اكثر من ستيب هنا راح يصير بس ممكن اعمل ديزيبل لهذه الحاله طبعا انت عندك ايضا ال اللي هو موجوده في بي تي تي أل اللي هو Time to Live واللي ايضا نقدر نشوفه هنا أنا. هذا Time to Live يا yeah. وهذا التايم مالته زين التايم to Live اوقات اوقات يقول لك انه تايم تو ليف او تي تي ال زيرو التي تي ال زيرو قصده شنو هنا يعني شنو اللي يصير اذا كان التي تي ال مالتك زيرو تي تي ال زيرو اذا كان هذا الباكيت discarded يعني ما وصل للهوست مالته في حالة انه ما وصل للهوست مالته يطلع تي تي ال مالتك شنو صفر او يسمونه بالتايم exceeded اوكي او نعتبره ايضا التي تي ال زيرو انه الباكيت صار بها دروب سقط هذا الباكت التي تي ال فكرته شنو ايضا انه يمنع الانفينيتي لوبينج الباكيت نفسه طبعا المهمه الاساسيه احنا بالاي سي الاي سي ام بي هو الايكو ايكو ريكويست ليش احنا نحاول انه على سبيل المثال نراسل منو نراسل السيرفر مالتنا ذس وان يمكن شان له هنا أنا. ICMP سي ام بي ايكو ريكويست اوكي okay. اي ايكو ريكوست لاحظ هنا دا يستخدمون شنو uh, دا يستخدمون ال واير شارك ونحاول انه نشرح عنها اوكي okay. دائما ICMP على سبيل المثال شوف هنا الاتاكر دا يستخدم شنو دا يستخدم البوت نت انه يرسل شنو يرسل اي سي ريكوست اذا اجى الرد اوكي okay, يرسل اي سي ايكو ريكوست تمام بيستفادوا من الاي ام من نسوي بينج على سبيل المثال هنا هسه هاي الحاله اعتياديه يعني مو هذا حاله الاتاكر على سبيل المثال اللي يسوي اكثر من مره بينج للتارجت مالته عن طريق البوت نت هنا أنا ايضا اكو هجمات على فكره ايضا عندنا هجمات للاي سي ام زين فهنا لا هنا يعني شيء اعتيادي يعني انا بالنسبه لي بالماك اذا انا اظل اسوي بينج بينج بينج, بينج. فهذا البينغ هو فقط ليوزر واحد اوكي ليوزر واحد هذا يعتبر الريكوست مالتك فكرته انه اقدر عن طريقه مثلا اسوي سيستم مونيترنج اشيك النتورك مالتي أه باستخدام البينج على سبيل المثال حتى بس اعرف انه اكو رد ولا لا بالاي بي فيرجن 4 ايضا يستخدم الاي سي ام بي تمام وكذلك يستخدمها بديل للارب كنايبر ديسكفري راوت Route Advertisement طبعا هذا موضوع خاص بالاي بي فيرجن 6 ان شاء الله ايضا نشرح عنها في عندنا ايضا بروتوكول اخر راح تسمحون تسمعون عنها سوري oh, اللي هو IGMP جي بي اللي يستخدموها كثير بالقنوات يعني البروكاستين. اللي هو شنو فكرته هذا المالتي كاست بمعنى انه انت على سبيل المثال عندك هوست واحد يرسل ترافيك لاكثر من اه كمبيوتر اللي احنا نعتبره بالمالتي باكيت على سبيل المثال انا عندي فيديو اريد هذا الفيديو ارسلها من هذا الكمبيوتر مثلا خلينا نقول هذا كمبيوتر هذا الكمبيوتر ارسلها هذا الفيديو الى كم واحد الى كل الحاسبات المربوطه يعني انه ترسل ترافيك تو ماني عندي فيديو جاي انشرها اسويها بث على سبيل المثال ف هذا يستخدم شنو؟ يستخدم الـ IGMP اللي هو مختصر لشنو؟ مختصر للـ Internet Group Management Protocol فيسمح بالهوست انه ينضم للمultiCast Multicast Group هذا حصريا المن للـ IP Version 4 يعني عندك طبعاً 3 فيرجنات فيرجن الاول هو قديم بس عندك حاليا مثلا فيرجن 2 والفيرجن 3 فيرجن 2 يسمح بالهوست انه يسمح للهوستات اللي موجوده بالجروب اصلا والفيرجن 3 لا يضيف لك السورس للمالتي كاست المحدد او المخصص له إلى. طبعا اليه العمل مالته شنو هو اليه العمل مالته انه انت عندك على سبيل المثال ترافيك معين تريد توجهه على اكثر من حاسبه فبالتالي السيرفر اذا يدعم المالتي كاست راح يبدي يفتح كل البورتات ويرسل لها يعني هذا الراوتر بيه 10 بورتات فراح يرسل لها العشره يا يعني مو شرط الا ثلاثه يرسل يعني لها العشره طبعا اذا هذا راوتر وهذا خلي يقول اذا راوتر اذا اكو راوتر اخر فالراوترين يبثون مالتي كاست اوكي بس هذا ايضا بها عيب اوكي هذا بها عيب لان اكو حاله السنوبينج Yeah. ليش لي ممكن يصير لوب اكو رواتر اكو رواتر ممكن اني افعل بها الاي جي ام بي سنوبينج شنو هي الفكره مالته انه يتم تخصيصها حتى شنو هاي الرواتر تكون تستمع فقط للكمبيوترات اللي مفروض يتوجه لها هذا الترافيك لان انت خلي في بالك يعني انت تخيل بهذا البروتوكول اذا انت عندك هذا الراوتر او هذا السويتش بيها خلينا نقول 24 بورت فال24 بورت راح يبدون يرسلون اوكي ال24 بورت راح يبدون يرسلون خلينا نقول هذه ثلاث حاسبات بس انا اللي ارسل لها فشي سوي اذا كان عندك الاي جي ام بي سنوبينج نقدر نخلي فقط الحاسبات اللي مفروض ترسل لها هاي الفيديوهات تمام طبعا هذا ايش راح يسوي الاي جي ام بي سنوبينج راح يستمع يا حاسبات جايدة تنتظر المالتي كاستنج تمام فبشكل راح يعرف انهم بس هالثلاث حاسبات تريد ما يحتاج يبثها على 24 بورت راح يبثها بس على ثلاث بورتات اللي هم هاي الحاسبات فقط اوكي ف شكل تقدر ايضا يعني تتفادى انه انت تسوي فقط بروكاستنج بالكامل لان ايضا ممكن خلينا نقول الهاكرز يستفادوا من هاي الحاله عندك ايضا الدي ان هذا مهم جدا 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 لان ليش اني هذا كلمه جوجل دوت كوم هذا ما يفهم الكمبيوتر اوكي يعني جوجل دوت كوم ما راح يفهم الكمبيوتر بالتالي هذا راح يترجمها الكمبيوتر الى اي بي احنا قلنا بالنتورك لاير ما يعرف شنو الشيء اسمه www.google.com فالدي ان اس هو مختصر للدومين نيم سيستم فكرته يترجم لك الاسماء الى اي بيات هذا هو الشغل مالته الاسماء يحولها يعني الى اي بيات يعني www.google.com يحولك اياها الى اي بي حلو هذه طبعا هي موجوده من الثمانينات تقريبا من 1983 تم تصميمها بجامعه كاليفورنيا اوكي الفكره الاساسيه مالته من تجي تكتبها هذا بهذه الصوره www.google.com يحولك هي الى اي بي بس اليه العمل مالته شلون راح تكون اذا قلنا هنا resolution او resolver اوكي ممكن يطلع لك كل اسف انا اتصور شوي المقاطع مالته واضحه هذا أه اوكي شوف اليه العمل مالته يعني انا يعني بالنسبه لي هذا هو DNS resolver أو oh, resolution أيضا هنا إذا كتبناه ممكن يطلع لنا صورة عنا. غلط. resolution this one هذا resolution process اوكي okay. هذا أضبط. اش دايصير هنا؟ انا من ارسل هذا الموقع اطلبه خلينا نقول انا دا اطلب هذا الموقع www.foo.bar من ارسله يستلم عندي منه الدي ان هذا يتم ارسالها المن للروت نيم سيرفر فكرته شنو هذا راح يصير عند الاي بيات مثل ما كتاب عنده او سجل كل اي بي ما يقابلها الدومين من ياخذه راح يرسل له شنو راح يرسل له الاسم مالته اوكي فانت عندك شنو هاي السيرفرات او هنا أنا ايضا موضح هذا السيرفرات راح يكون بيها معنون ارقام بيها تمام ما بيها مثل www.example.com لا هذا يكون بيها اي بيات يعني كمرحله اولى الموقع هذا من اني اجي اطلبه من الكمبيوتر راح يمر بالدي ان اس Resolver الدي Resolver شنو شغلته رقم واحد اول شغله راح يتصل بالدي ان روت نيم سيرفر هذا الشيء يحتوي هذا يحتوي على شنو التوب ليفل دومين توب ليفل دومين شنو قصدي بيها دوت كوم ولا دوت اورج ولا دوت نت اوكي فيرجع لي المقطع الثاني على سبيل المثال يجي شكل نيم سيرفر مالته اوكي وممكن يكون على سبيل المثال سب دومين فهذا وظيفته شنو يحلل لحد ما يوصل للاي بي مالته ممكن يكون دومين او ممكن يكون سب دومين فبالتالي يرجع له منو؟ يرجع له الانسر الجواب مالته مبدئيا الدي سيرفر في حاله اذا كان عنده الكاتشات فهو يقدر يجاوبه راسا لان هو عنده شيء اسمه دي ان بس في حاله اذا ما عنده كاتش هذا الموقع ما مخزون يمه بالتالي لازم يصعد لليفل اعلى اللي احنا قلنا توب ليفل دومين اوكي حتى يتحقق .com.org وراها يمر بسلسلة لحد ما يوصل وين لحد ما يوصل للاي بي اللي يعرفه وراها يرسلها المن يرسلها التارجت الكمبيوتر اللي هو راده تمام طبعا هذا ايضا بها شنو بها ايضا تايمينج يعني ايضا يعتمد على شنو التي تي ال تايم تو ليف ايش قد يحتاج وقت حتى يسوي كاتش ويلقى الدومين على سبيل المثال طبعا اقل شيء ممكن تلقاها هذا كنمبر ينزل عندك هو تقريبا 5 منت منت تمام والديفولت مالته 24 منت. تقريبا تقريبا 24 ساعة هالشكل الديفولت مالته ممكن يصير لحد ما يسوي لك ريسولف على سبيل المثال وممكن اكو بعض خلينا نقول الشركات يسوون نوع من الادجستمنت الى يعني نوع من التحديد الى التايم مالته طبعا هذا يعتمد على شنو؟ هنا لو تلاحظ بالصوره الثانيه انت عندك الاي ريكورد هنا اوكي okay. هذا احنا نسميها بالسي نيم هذا يدور عن اي ريكورد الريكوردز بالدي ان عندك انواع من الريكوردز عندك الاي ريكورد okay. هذا اللي موجود بالدي ان اس راح نلاحظه وتلقوها كثير بالسيرفرات موجوده اوكي okay. هذا الاي ريكورد تلاحظ اي ريكورد الاي ريكورد شنو هو هو الاي بي تو هوست هذا هو الهوست هذا هو الاي بي مالته اذا هو الاي ريكورد هو شنو هو يسوي ماب يربط الدومين بالفيزيكال اي بي الحقيقي مالته هذا الدومين جاي على هذا الاي بي هذا الدومين موجود بهذا الاي بي حلو وعندنا ايضا شنو عندنا ايضا السي نيم ريكورد اللي هو انكتب كابيتال سي نيم ريكورد ذس وان هنا موضح السي نيم اوكي هذا لاحظ اي ريكورد قصده شنو example.com دوت اللي هو مخزون وين بهذا الاي بي هذا الفيزيكال اي بي مالته السي نيم شنو هو www.example.com راح شنو؟ يكون مربوط باكزامبل دوت كوم، قصده شنو بالسي نيم؟ السي نيم قصده بالدومين والسب دومينات مالته، ليه ممكن انه انت على سبيل المثال عندك خدمه ميل، فراح يكون ميل دوت او عندك في تطبيق معين، تمام؟ هسه احنا عندنا مثلا بلاتفورم دوت كود مثلا، تمام؟ فهي سب دومينز مثلا، هاي يعالج لك اياها. فاذا هذا وظيفته شنو؟ يسوي ماب يسوي خريطه للسب دومين. ممكن يكون www ممكن مرات اكتب راسا جوجل شوف لاحظ هنا عندك مثلا ممكن اكتب راسا جوجل شلون يعرف هو جوجل اوكي السي نيم علاقه ربط بين www.google.com وبين google.com اوكي طبعا احنا مثل ما عدنا تحويل من الاسم الى اي بي فلازم يكون العكس هم موجود اللي احنا نقول له شنو ريفيرس هذا عكس الكلام اللي احنا قلناه اللي هو يسموه ريفرس دي ان اس لوك اب عفوا احنا قلنا الدي ان اس فكرته شنو هو الاي بي او الاسم عفوا يحولك اياها اي بي لكن الريفرس شنو هو الاي بي يرجع لك اياها اسم هي على الفكره مالته طبعا ممكن استخدام التريس روت ونقدر نعرف الاسماء مالتهم وهذا الشيء راح ناخذه بالعملي مالته عندك ايضا البروتوكول مشهور جدا واللي يوميا انتم تستخدمونها اللي هو ال HTTP HTTP هو بروتوكول هذا موجود ايضا بالابلكيشن لاير هذا البروتوكول على شنو يشتغل؟ هذا البروتوكول يشتغل على بورت 80 طبعا هذا البورت ممكن اغيره يعني في اكو سيرفرات تشتغل على بورت 90 عادي جدا بس الديفولت مالته يقول لك بورت 80 فكرته شنو هو؟ ينقل المعلومات كالتكست يعني ما يشفرها ما عندك الية تشفير لها زين الية العمل مالته جدا جدا بسيطة وجدا سهلة فكرته شنو هو انه المستخدم يعمل ريكوست للسيرفر والسيرفر يسوي له ريسبونس فعندك HTTP ريكوست اللي هو تجي من الحاسبة للسيرفر وعندك HTTP ريسبونس اللي ترجع من السيرفر للحاسبة زين احنا عدنا ايضا ويا HTTP شنو؟ URL URL قصدنا بها شنو؟ الـ Uniform Resource Locator يعني مكانه بالضبط هذا الجزء راح يحتوي على شنو؟ راح نشوف أول شيء الـ Top Level Domain تذكروا قلنا عليه TDL ال دي عفواً اللي هو الـ COM Domain Name اسم الدومين نفسه والسب Subdomain ممكن يكون www ممكن يكون مثلاً خلينا نقول mail.google.com uh, uh, اوكي وكذلك البروتوكول اللي يستخدمه اللي هو الهايبر اللي هو البروتوكول مالت الهايبر تكست ترانسفير ال HTTP هذا هو شنو؟ URL طبعا ال بي ايضا يدعم الميكانيزم مالت الاثنتيكيشن اليوزر نيم والباسورد ايضا ممكن تستخدمه بال HTTP ما عندك اي مشكله بس لكن هذا الشيء خلينا نقول ما محبب الأضافة إلى ذلك أنه تي HTTP عنده methods methods قصدنا شنو بيها من أجي أتشيك على سبيل المثال الـ ممكن يكون آه هذا موضح لنا إياه زين يعني آني حاليا من أجي جاي أكتب هنا أنا جاي أكتب HTTP methods وأقول enter هاي الحالة احنا نسميها الـ methods مالتا get get أنه آني فقط دا أجلب المعلومات أكو حالة أيضاً ميثود نقول له شنو؟ ريتريف ريسورس هيدر اللي هو الهيد الهيد وظيفته شنو هو؟ بس يجيب لك الهيدر ما لها علاقه بالبادي يعني ما لها علاقه بالجسد، الجسد اللي هو هسه هذه الصوره وهي الكتابه الموجوده امامك. وعندك البوست الفكرته شنو هو؟ مثلا انت من تجي تعمل لوجن تكتب يوزر نيم باسورد وتقول له لوجن هاي الحاله بوست او تضيف معلومه اوكي؟ تنشر منشور بالفيسبوك، هذا بوست ده تسوي انت. عندك مثلا خلينا نقول بوت وباتش ذول اثنين يستخدمون الابديت تحديث المعلومات من تنشر منشور معين وغلطت في حرف وتسوي تعديل فهذا ايضا عن طريق الاتش تي تي بي تسويه انت بس باستخدام البوت او الباتش وعندك ايضا الديليت من تحذف منشور فهذا يعتمد ايضا على الاتش تي بي هاي الحالات اللي احنا نسميها بالكراد كرييت ريد ابديت ديليت طبعا الاتش بي ايضا عنده شنو عنده الريسبونس ستاتوس ريسبونس ستاتوس كود ريسبونس ستاتوس كود شايفين اوقات كثيره تطلع لنا ارقام اوكي طبعا الارقام هذه في عندك ارقام مشهوره مثل هذا خلينا نشوف هنا في عندك ارقام مشهوره مثل رقم 200 هذا ال HTTP status code اللي هو succeed مثلا او 400 اوكي بس حتى تقدر تدرسهم بشكل سليم حتى تعرف كل كود شيء يمثل فانت عندك هنا مثلا دايجرام موضح لك بالضبط الفكره الاساسيه اوبس لا ده. هذا مثلا ال HTTP status code اذا يجي لك واحد بدايته واحد بغض النظر 101 102 103 104 فاعرف انه هذا انفورميشن معلومه فقط لينطق، اذا بلش باثنين مثلا 200 201 202 203 معناته انه اكو عمليه نجحت اذا اجت 300 او 3 بدايته هو دائما يكون ثلاث ارقام عباره عن ثلاث ارقام بس البدايات هي المهمه اذا اجى بدايته 3 معناته سوى لك ريدايركت اعاده تحويل او اذا كان 4 معناته اكو مشكله يمك أو إذا كان 5 تمام عندك سيرفر إيرور ملاحظين الكود 500 على سبيل المثال يظهر لك سيرفر إيرور فهذه هي الريسبونس كود طبعا ال HTTP أيضا بها نسخ يعني أنت عندك HTTP 1 عندك 2 وعندك أيضا HTTP 3 حاليا احنا عندنا ال HTTP 1 قديم جدا أوكي ما في إذا كان هذا واضح 1 2 3 يس الكتابه مالته شوي واضحه هذا هو ال HTTP 1 1.1 and هنا صار 2 اوكي okay. وهذا HTTP 3 طبعا هنا بكل هالمراحل لو تلاحظ البروتوكول اللي يعتمد عليه تي سي بي تي سي بي اوكي لكن لاحظ اتش تي تي بي 3 شو تحول يو دي بي ف انت تقارن بين الاثنين والثلاثه ليش لان ذول الاثنين اللغه تقريبا او ملغيين بس عندك 2 و 3 http 2 يستخدم TCP سي اوكي 3 يستخدم اليو ركز يو بمعنى ال 3 الحديث صار اسرع تمام عندك ايضا مثل ما موجود HTTP تي بي فانت كثير تتعامل مع منه HTTPS بي اس حقيقه الاتش تي بي اس والاتش تي بي اس اذا كان عندك معلومات تريد تحولها عبر الانترنت على سبيل المثال تريد تشفرها فالاس هي عباره عن شنو عن تشفير انكربشن تمام لتستخدم شنو لتستخدم الترانسبرت لاير سكيور تي ال اللي هو يسوي لك انكربشن Method مو شرط كل المواقع لازم تكون اتش تي تي بي اس لان ليش اكو مواقع فقط هي معلومات تعرض لك ما بي اي شيء تخلي بيها يوزر نيم وباسورد ما بيها اي انبوت فاي ما تحتاج انه ولا تصير اتش تي تي بي اس جاي تعرض معلومات اتش تي تي بي اس ليش ضافوها في حال اذا انت عندك لوجن يوزر نيم وباسورد مثلا تدخل على الفيسبوك عن طريق اليوزر نيم وباسورد بانكينج اكونت تشتري في بضاعه معينه ايميل مالتك هذول كلهم يحتاجون شنو؟ يحتاجون الى HTTPS لو نركز شوية قلنا HTTPS والـ HTTP هاي البروتوكولات تشتغل وين بالـ Application Layer بمعنى HTTP أو HTTPS اللي هو يستخدم TLS هذولا يشتغلون بالـ Application Layer ف... اي معلومه انت تسترسلها سواء معلوماتك البيلود خلينا نقول الداتا تشارك تشاركها حاليا عن جاك HTTPS بي اتش تتشفر عبر الويب اضافه الى ذلك حتى الكوكيز والهيدرز ايضا راح تكون مشفره هذا يعتمد على شنو لو نجي على الكونكشن ال secure فراح نقدر نعرض السيرتيفيكيشن مالتها ونشوف الديتيلز مالتها تمام راح يحتوي على شنو يحتوي على السيرتيفيكيت هاي certificate. ال certificate طبعا في شركات كثيرة ومن ضمنها جوجل هي تسوي السيرتيفيكيت مالتها اوكي نوع السيرتيفيكيت الهاش مالته اللي يستخدمه اس اتش اي 256 الفينجر برينت هذول كلهم نعتبرهم شنو؟ سي ايز السي اي اللي هو جايه من كلمة سيرتيفيكيت اوثورتيز تمام فالاليه مالته انه انت من تطلب اي موقع هذا طبعا هو جوجل نفسها اللي سيرتيفيكيت مالته خلينا نقول فبالتالي السيرتيفيكيت هذه تروح للسيرفر يتولد كي لك وينزل بالسيرفر مالته فيصير هذا كونكشن وياك فقط ما يشاركك احد بها هذا ضافوها ليش حمايه من المان ان ذا ميدل اتاك ليش لي ممكن الهاكر اذا ما تستخدم اتش بي اس يقدر يتصنت على المعلومات مالتك ويحصلها خصوصا ان لو الاتش بي العاديه ترسل المعلومات مالتك كتكست وهي خطر عندك 3 بروتوكولات كلش مهمات بالايميل اللي هو exchanging email الاي POP اي IMAP وعندك SMTP هاي ثلاث بروتوكولات هي المشهورة بالايميل سيرفر تمام هذا هنا اللي هي الفكرة الأساسية مالته شنو أول شيء ناخذ شلون بدنا نستلم الإيميلات وبعدين نجي شلون نرسل الإيميلات أنت عندك طريقة تستلم بها الإيميلات عندك البوب 3 والآي إم إي بي البوب هي القديمة اللي هو البوست أوفيس بروتوكول لذلك ما بقت استخدامها فلهذا دائما يقولون بوب 3 دلالة على النسخة مالته الحديثة البوب 3 سيرفر فكرته شنو هو يسوي لسننج على البورت تي سي بي 110 فكرته انه يحمل كل الرسائل الايميلات اللي جايه يسويها داونلود من السيرفر مالتك للكمبيوتر يحذفهم من السيرفر يحملهم بالكمبيوتر. طبعا البوب 3 ممكن يستخدم ال إس، ممكن يسويها سكيور عن طريق البورت 995 عادي جدا. تمام؟ ايضا ممكن استخدامها كاثنتيكيشن ويا أي بي او بي على سبيل المثال اللي يستخدم ال دي ام دي خلينا نقول دي 5. النوع الثاني اللي هو اي ام اي بي هذا محبب اكثر ليش البوب 3 على فكره يقبل جهاز واحد بس بينما الاي ام اي بي او اي ماب يختصروها الاي ماب الحلو بي انه تقدر تفتحها باكثر من جهاز اي واحد اثنين الايميلات اللي موجوده بينك بالكمبيوتر موجود نسخه من عدها بالسيرفر عادي ما راح يحذفها. هذا يعتمد على التي سي بي ايضا اللي هي 143 واذا تريد تسويها سكيور فراح تستخدم البورت 993. الفرق بين الاثنين سواء بوب 3 او الاي ماب هذا اوف لاين يعني كل الرسائل يحذفها من السيرفر وينزلها بالكمبيوتر. اوكي وعنده حاله السنجل كونكشن ات تايم يعني جهاز واحد. الاي ماب لا دائما يكون شنو؟ connected يعني اي رساله جديده تيجي قبل يعطيك اياها تبقى هنا وتبقى هنا يسمح بالسايكورناينز لو تفتح باكثر من جهاز تمام وتقدر ايضا بها خاصيه التراك مسج يعني شايفين مرات المسج مثلا تنطي له فلاج تسوي هذا امبورت فتظهر بكل الاجهزه امبورت اوكي ويدعم السيرفر سايد سيرش ف انا بالنسبه لي استخدم كثير الاي ماب عندنا الطرف الثاني اللي هو ال SMTP اللي هو Simple Mail Transfer Protocol هذا اكتشفوه بالثمانينات تقريبا 1983 زين البورت مالته ايضا تي عفوا البروتوكول تي سي بي والبورت مالته 25 يستخدموه للارسال دائما تسمع انه هو يرسل ايميلات كذلك ممكن ايضا يستلم ايميلات يعني مثل البوب 3 والاي ماب في حاله واحده انه بين السيرفرات يعني اذا نجي هنا نلاحظ هذا تلقى انه ديرسل دي وايضا هذا السيرفر الثاني يستقبل عن طريق الاس SMTP على حال الاي ماب مثلا لاحظ فممكن اذا كان بين سيرفرين ممكن يكون انت عندك اكثر من سيرفر على سبيل المثال اوكي فمن سيرفر او من سيرفر خارجي من هاي الشركه لهاي الشركه ممكن تجربه خلينا نقول تيست نقدر نسوي على الاس ام تي بي تذكروا من اخذنا التيل نت قلنا لكم التيل نت ممكن ايضا نسوي تيست على الاس ام تي بي كذلك الـ Voice over IP Protocols اللي هو الـ Voice over Network أو Voice over IP فكرة الـ Voice over IP هو بديل للـ لل... خلينا نقول التليفونات الأرضية القديمة Voice over IP اللي هو كان هو فكرتها أن تكون بديلة للتليفون الـ الأرضي تمام بس يشتغل بالـ IP طبعا هذا عنده مجموعه بروتوكولز يعتمد عليها عندك بروتوكول الـ SIP VoIP اللي هو Session Initiation Protocol يعتمد على SIP اوكي هذا فكرته شنو هو آه انه يب... آه يعمل كونكشن الاتصال باستخدام TCP ولا UDP طبعا ده يستخدم البورت مالتا هو 50 60 وعندك التي سي بي يو دي بي بورت ايضا يستخدمها 5061 ال 5060 هو يرسل آه بس بدون تشفير يامن اتصال بس بدون تشفير بينما عندك ال 6061 يستخدم بها تي ال اس خلينا نشوف صوره اخرى يمكن يكون هنا أنا اوضح اوكي هذا مثلا لاحظ هذول سكايب مثلا فريدزينج ويندوز فون فويس اوفر اي بي ينقلهم بالتليفونات الموبايل ديفايسز يعني تخيل حتى الارضيه ممكن تتصل بي عادي جدا كثير من الشركات تعتمد على هذا الشيء ففكرتها مشابهه جدا لفكره ال HTTP هم يكون عنده هيدر وانكود رولز تمام وهم يكون عنده يو ار ال يعني السب خلينا نقول السب يكون مثل الـ هالشكل يكون اليو ار ال مالته مثلا سيب نقطتين على سبيل المثال يكون يوزر نيم زين اذا اكفت صوره هنا أنا ممكن يوضح لنا ايضا الفكره مالته شلون تضيف السب طبعا هذا اتصور استريك اي استريك يعني هواي مستخدمه الاستريك اللي هو مثل بداله تسوي بداله اوكي شوف هذا ريجسترد اي بي على سبيل المثال هذا السب باس اي بي دوت كوم فيكون انت عندك مثلا الحساب مالتك اليوزر نيم نقطتين الباسورد مالتك والهوست مثلا زائد البورت مالته اوكي okay. بهذه الصوره يكون يعني مثل HTTP تقريبا فهذا بالنسبه لمن هذا بالنسبه للسب وايضا عندك نوع اخر اللي هو احنا نسميه بال H.232 232, 232. آه. بعد جهاز ما سكر بورت بروتوكول Yeah. اللي ايضا يستخدموها مثل السب بالاتصالات طبعا هذا يكون التي سي بي واليو دي بي مالته اذا تريد تستخدمه 1718 و1720 تقريبا من 1718 ل 1720 هذول التي سي بي واليو دي بي مالته يستخدم الجيت واي اتش بوينت 223 يا 202 عفوا فهذا الاغلب أكثر شيء يستخدمونه في مجال الفويس Voice over IP. عندنا أيضا اللي هو المسج Message Gateway Control uh, Protocol اللي هو يكون MGCP. اللي هو يستخدمونه للهواتف الأرضية. أوكي okay, هذا الـ IP Network. على سبيل المثال هذا ال PSTN اللي هو الأرضي فممكن تستخدمه بالفون سيستم جيت واي للفون سيستم لل لل PST PSTN لأن احنا أوقات كان عندنا على سبيل المثال نستخدم ال حتى السيب هم وقتها يمكن كان من شركتنا أنه أقدر أتصل بأي رقم يعني بالشركة اللي اشتغلنا وياهم وقتها نوكيا كان يعطونا رقم فنستخدمها كانترنت يعني اذا عندك انترنت بالانترنت تخابر على اي موبايل تريده باي دوله. زين؟ فهذا ال جي سي بي يسمح انه الفون سيستم اللي هو التليفون سيستم العادي آه تقدر تتحكم بها الجيت واي باستخدام التي سي بي ايضا البورت مالته 2428 اللي هو 2428 يو دي بي اذا تستخدم راح يكون 2427، يعني 2428 للتي سي بي وال 2427 راح يكون لليو دي بي. اوكي. فعدنا ايضا بروتوكول اخر اللي هو ريال تايم بروتوكول او ريال تايم ترانسفير بروتوكول ار تي بي بروتوكول من اسمه ريال تايم هذا ايضا يستخدمونه اللي هو وظيفته انه ينقل الفويس والفيديو تي RTP بروتوكول ايضا يستخدموها للاتصال فين ينقل عندك الفويس ينقل عندك الفيديو اللي هو الريال تايم كنترول بروتوكول ار تي سي بي شو هنا ار تي سي بي وممكن الار تي بي يتشيك لك الايرورز اللي موجوده ايضا بال بالباكيت ويسمح للمالتي كاست ديليفري تمام فكايرور والبورتات مالته دائما من تقريبا 16348 الى الــ 32 اوكي. فــ RTP او الـ RTCP ports بها نظام كودينج. لأن هذا دي تنتقل المعلومات عبر النيتورك او ممكن ينتقل عبر ال خلينا نقول عندها 700 G. I think G711 و G723. واكو انواع طبعا. زين هذا الترافيك traffic الكمبريشن وش قد كيلو بايت طبعا هذا كود مالته خلينا نقول الكودز مالته اللي هو ايش قد بايتس ينقل وش قد كيلو بايت على سبيل المثال صيغه الكمبريشن للداتا والى اخره هاي امور اكثر شيء تدخل بالاتصالات تمام بس هي بروتوكول موجوده اذا انت حبيت تتعرف عليها اكثر وايضا عليها ريسيرش اغلب الشركات يستخدمون الهوستد فويس اوفر اي بي يعني هو اصلا معتمد على الكلاود فالتليفون ليش؟ لانه انت عندك من يكون هوست فويس اوفر اي بي فانت عندك الانترنت كونكشن والتليفون كلها تستخدم انترنت وما تحتاج تخلي ارضي وبداله والى اخره من أمور فممكن يكون عندك سيرفر واحد يسيطر على كل شيء على الاتصال على الايميل على الفويس ميل على الانترنت كلها تهن. طبعا ما ننسى ايضا بروتوكول مشهورين جدا اللي هو الاف تي بي والتي اف تي بي دول الاثنين اف تي بي هو الفايل ترانسفير ينقل ملفات نستخدمها احنا تمام طبعا ممكن الاف تي بي احنا ايضا ننقل الملفات على شكل خلينا نقول يكون سكيور لان الاف تي بي العاديه ينقل لك البلاين تكست يعني واضحه تكون اليوزر نيم والباسورد والملفات يقدر الواحد يسرقها بس ممكن ايضا عن طريق التي ال اس تكون مشفره طبعاً بالنسبة للـ FTP، أنت خلي في بالك، عندك نوعين من الاتصال، عندك الـ Active الـ Active والـ Passive. طيب، الـ Active شنو هو و شنو هو؟ بالنسبة لموضوع الـ Active خلي في بالك أنه الـ FTP هو اللي راح يتواصل وياك يعني السيرفر هو اللي راح يتواصل وياك أنه يفتح لك بورت 20 بينما بالـ Passive، لا، أنت ترسل له أنت ترسل له كوماند شانل على البورت 21 وتتواصل وياه زين فانت تكون اول ما يبلش بالت... يعني انت اللي راح تبلش بالاتصال، طيب ليش هالاثنين موجودين؟ ليش الاثنين موجودين؟ طبعا انت دائما انه عندك السيرفر هو يتواصل وياك عن طريق البورت 20 فانت ترسل كوماندات عن طريق البورت 21. في اوقات ال... انت تكون خلف الجدار الناري فاير وول فهالشكل عندك بورتات مثلا ما تشتغل. فش تضطرنا وشنو انت تتصل بيه ففي حاله اذا اكو جدار ناري هاي الحاله اذا انت اتصلت كلاينت هو اتصل بالسيرفر فنسميها بالباسيف اما اذا السيرفر هو تواصل وياك عن طريق البورت 20 فنسميها بشنو؟ بالاكتف طبعا صديقه اللي هو ال TFTP زين TFTP هو مصغر او خلينا نقول نسخة الخفيفه لل تي بي اذا سامعين بها هي النسخه الخفيفه لل بي طيب هذا ليش موجود طبعا مثل ما قلنا لانه نسخه خفيفه ما ما يستخدمه كثير لل... للبيانات الكبيره جدا هي خفيفه جدا فكرته شنو هو شايفين اوقات مثلا نريد نسوي تحديث على النانو او مثلا الراوتر نريد ننزل له فريم وير مثلا او شايفين مرات نريد نسوي فد ابديت وجهاز هو اول ما يشتغل خلينا نقول بالبوت اول ما يشتغل الجهاز نستخدم التي اف تي بي حتى نحمل عليه ملفات فلذلك السكيورتي ما بيها لان هو اصلا من تنقل الملفات تنقلها اثناء البوت يعني لا النظام شغال ولا اي شيء طبعا بتسوي تحديثات على سويتش بتسوي تحديثات على هاردوير فريم وير اي شيء كان البورت مالتا يو دي بي البروتوكول مالته يو دي بي وعندك البورت مالتا هي 69 فما بيها هاي الليست والرينيم والديليت فايلز ودايركتري يعني مو مثل الاف تي بي لان هاي نسخه خفيفه مثل ما قلنا ما يحتاج اوثنتيكيشن تمام والبلوك سايز مالته تقريبا 512 بايت أه يستخدم الاكنولجمنت يعني الاكتس يستخدمها انه حتى يعرف بالطرف الثاني أه اكو اتصال ولا لا يا يعني من اتصال أه لانه تي سي بي بالاول وبالاخير أه لا عفوا هو يو دي بي بس شنو عنده اكنولجمنت وياها زين فيستخدمون التحديثات مالت الراوتر مالت السويتش ابديت ابجريد مثلا يسوونه فهذا اكثر شيء استخدامه يكون طبعا البروتوكول الاخر اللي هو الاس ام بي اس بي بروتوكول ما بقالنا كثير راح نخلص زين اللي هو السيرفر مسج بلوك هذا اكتشفوه تقريبا بوقت الفيستا زين جماعه ويندوز اكتشفوها فكرته شنو هو انه انت شلون تقدر تشارك الملفات والطابعات مع الناس يعني يكون انت عندك سيرفر على سبيل المثال وتشارك الملفات مالته زين آه شايفين مرات مثلا تفتح الفايل اكسبلورر مثلا تلقى فايل شير او تلقى عندك طابعه مثلا بالنيتورك تقدر تشاركه زين والسيريال بورت مثلا اكو اوقات انا يعني عندي طابعه اعتياديه مو ابو الاي بي بس احب اشاركه ويا النيتورك تقدر عن طريق الاس ام بي اللي هو سيرفر مسج بلوك زين التي سي بي مالتها معروف 445 الناس متعامله وياها اكثر شيء يستخدمونه ويا الويندوز فايل شيرنج ف 2016 مع الويندوز فيستا نزل زين آه يسمح اكثر من كوماند بريكوست واحد ترسل البلوك سايز مالته من 16 بت تقريبا صار 122 بت فعنده نسخ كثيره عنده عنده الاس ام بي النسخه الثانيه آه وعنده الاس ام بي 2.1 اللي هي بوقت الويندوز 7 والويندوز سيرفر 2008 وعندك الاس ام بي 3 اللي هو بويندوز 8 والويندوز سيرفر 2012 نزل آه الفيتشر اللي يضاف إله أنه يسمح بالتشفير AES من طرف للطرف الثاني وآخر شيء عندك السامبا 3.1.1 اللي هو للويندوز 10 والويندوز سيرفر 2016 آه إضافة للتشفير ضافوا سكيورتي يعني يعني إضافة أنه كان يشفر بنسخة ثالثة ضافوا أيضا لها شنو سكيورتي أنه ممكن تخلي اليوزر نيم والباسورد أيضا طبعا ال خلينا نقول البديل له بالنسبه لجماعه اللينكس نزلوا شيء اسمه سامبا يعني نفس الفكره نفس الاليه سامبا باللينكس سوري اوكي okay. سامبا اللي هو نفس فكره الفايل شير زين نفس فكره الفايل شير بس شنو هذا اه اذا كان انت عندك اه خلي نقول لينكس سيرفر Uh, وتريد انه اجهزه الويندوز تتواصل وتستخدم الفايل شير فتقدر تفعلها بس لكن ايضا ما محبب ليش؟ لسبب بسيط لانه يستغل عن طريق المالوير يعني هاكرز ممكن ينزلون مالوير فهذا المالوير ينتشر بكل النيتورك yeah. عندك البروتوكول اللي هو عزيز علي جدا جدا حقيقه تسوي سكيور للنيتورك مالتك اللي هو اس اس اتش اللي معظم شغلي عليها كون انه اني لينكس جماعه لينكس. اوكي اللي هو السكيور شيل سكيور شيل فكرته شنو هو؟ شلون تقدر تامن الاتصال مع السيرفر تمام ويكون الاتصال مالتك بالكامل مشفر هذا يستخدموه دائما جماعه اللينكس سيرفر الرواتر السويتشات كلها تستخدمها واللي هي تعتمد على بورت 22 طبعا مايكروسوفت ما كانت تدعمها بس لغايه 2015 بلشت تدعم الاس اس اتش تمام فهو اي شيء تنقله شوف لاحظ بالنص يتشفر بعدين ينفك التشفير يوصل للطرف الثاني السكيورتي uh, العالي بيها انه يسمح لك تسوي بوبليك كي كريبتوغرافي عن طريق السيرتيفيكيت تنزل بحيث اذا صار اي مشكله بالسيرتيفيكيت ما يتواصل وياه ممكن نسوي اثنتيكيشن يوزر نيم باسورد لوكال اكونت اثنتيكيشن سيستم على سبيل المثال الحلو انه هو يولد تنل قناه يوصل بين الطرفين بين الكمبيوتر والسيرفر والمعلومات بأمان يتم نقلها. فيدعم أيضا كون إنه SSH يدعم أيضا نقل الملفات عن طريق شنو؟ SFTP بالنسبه للويندوز ويندوز العادي يعني خلينا نقول ويندوز 10 وغيرها تقدر تستخدم وياها تطبيقات اذا انت حبيت انه تبرمج مثلا اذا كنت انت تبرمج رواتر على سبيل المثال فبالتالي في تطبيق اسمه بوتي بوتي يستخدم لفتح اس اس وكذلك ممكن استخدام الوين اس سي بي وين اس بي ايضا تطبيق يستخدمونه للشنو للاس اس فايل بالنسبة إذا تريد تنقل فايلات بس كسكيور فعندك نسختين من اس نسخة الأولى والنسخة الثانية تمام النسخة الأولى فكرتها شنو كان إنه يأمن الاتصال بيناتك كمشفرة بس النسخة الثانية لا انضافت لها سكيورتي أكثر وصار تحسينات في آلية التشفير بين الطرفين تمام عندنا طبعا انواع من البروتوكولات الاخرى اللي هي الار دي على سبيل المثال او ال VNC ان سي اوكي اللي وظيفتهم شنو هو ريموت ديسكتوب بروتوكول هاي كانه ما تريد تفتح الحاسبه مالتك عن بعد طبعا حاله حال انه كانه ما تشتغل بالحاسبه مالتك تدخل للحاسبه لاحظ هنا على سبيل المثال موضح لك بفت صوره صغيره هنا for example this one زين أم لاحظ يعني يعرضك الكمبيوتر بالكامل اوكي يعرض لك الكمبيوتر بالكامل هذا الكمبيوتر ممكن يكون بدولة أخرى بمحافظة أخرى بغرفة أخرى طبعا هو أيضا يعتمد على التي سي بي البورت مالته 3389 تقدر تسوي بها أي شيء تريده بالحاسبة اللي موجودة عن بعد وتسيطر عليها بالكامل هاي موجودة بالنسبة لجماعة الويندوز من وقت ويندوز اكس بي موجودة الار دي بي كلاينت موجودة بالسيرفرات أيضاً عادي جدا ممكن تستخدمها بس هي مخصصه لجماعه الويندوز طبعا النسخ مالتها كل سنه ينزل بها تحديثات يعني تستخدم ال TLS على سبيل المثال 128 بتس فبيها سكيورتي بيها الفايل سيستم ريدايركت عندك البرنتر مثلا مع الطبع يعني كنترول كامل تقدر تحس نفسك انه انت جاي تسطر على حاسبه بالكامل أه بالنسبه لجماعه الماك على سبيل المثال هسه حاليا هذا حاسبه ماك تمام وده يفتح بداخلها خلي نقول الار دي بي ففي تطبيقات كثيره حقيقه تطبيقات نفس اوبن سورس هي نفس عمل الار دي بي اذا تريد تتحكم بجهاز ويندوز عن طريق الماك في عندك ايضا بروتوكولات الار دي بي تفيدك ايضا بالثين كلاينت اللي ايضا ذكرناها بدوره ال دوره شو اسمه الكلاود قلنا عليهم ثين كلاينت زين اللي هي ثينك لاين طبعا هي تشتغل على فكره ال خلينا نقول الار دي بي بروتوكول وهي فكره رائعه جدا لانه ليش هذا يقلل لك يعني صرف فلوس كثير انت بدل ما تقعد تشتري حاسبات حقيقيه لا انت تقدر يكون عندك داتا سنتر الباور مالته مستقر والانترنت مالته قوي على سبيل المثال وتقدر تستخدم الثينك لاين لان راح يكون ارخص بالنسبه لك وتعتمد على طريقتين تقنية الـ RDP اللي هو الريموت ديسكتوب بروتوكول زين عندك أيضا بروتوكول مهم جدا اللي هو SNMP بروتوكول اللي هو الـ Network مانجمنت انه تدير الـ Network بالكامل باستخدام منه باستخدام هذا البروتوكول اللي هو Simple Network Management Protocol طبعا هذا البروتوكول فكرته شنو هو؟ يجمع لك معلومات كاملة عن الـ Network مالتك وكل الأجهزة اللي متصلة بهذا الـ Network. فهو تقدر تعتبره statistical يعني static كامل يطلع لك اياه أجهزة الحاسوب، والورك workstations، السيرفرز servers، الـ router، الـ firewalls، printers، أي شيء مرتبط بالسيرفر مالتك ممكن إنه أنت يعني تشوفه، فيجمع معلومات كثيرة جدا، وحقيقة كثير من السيستم system admins و اللي يجمعون معلومات عن النت ويريدوا ويريدون يشوفون شنو الترافيك اللي موجود بيها يستخدمون هذا البروتوكول. تم تصميمها للاداره اداره السيرفر تجمع المعلومات عن طريقها تجمع الباكيتس عن طريقها وتعرف كل اللي دي يصير داخل النيتورك عن طريقها طبعا بالنسبه لهذا البروتوكول ممكن انه فقط يكون ريد only، يعني فقط يجلب المعلومات عن العنصر اللي تريد تشيكه وممكن يكون رايت يعني ممكن تستفاد من عنده انه انت تعمل مجموعه تغييرات يعني انا مثلا على سبيل المثال هذا البروتوكول استفادت من عنده من سويت تطبيق بالجافا فكرته كان شنو هو انه يطلع لي كل المعلومات مالت هاي الاجهزه اللي مربوطه بالسيرفر مالتي بالتالي يخزنها بالداتا بيز عندي كان اس ال سيرفر ماي اس ال كان زين واعرضها عن طريق السبرينج ام في سي ويب واعرض المعلومات اللي بداخلها فكان كل المعلومات مثلا عن شو مسويها ليبلنج يا معلومات مهمه ضروريه اللي كان يغزلها جافا وايضا استفادت من الاس ام الاس ان ام بي هذا البروتوكول انه اسوي كونفيجريشن للرواتر للسيرفرات عن بعد طبعا بوقت التطبيق كان مستخدم استخدمت بيها روبي اون Rails فريم انه شلون اقدر اسوي تعديلات مثلا عندي راوتر عن بعد ادخل اسوي الكونفجريشن مالته باستخدام هذا البروتوكول فشيء رائع جدا حقيقه فالريكوست هو يجلب لك إياه عن طريق اليو دي بي على البورت 161 ف هذا بالنسبة للريسيف بالنسبة للسنت أيضا يو دي بي 162 راح يكون أوكي ممكن استخدام وياها التي ال اس إذا تريد يكون سكيور فالتي ال اس الاستلام مالته الريسيف مالته راح يكون على اليو دي بي اللي هو 10000 و ايه 10161 وأيضا يكون الإرسال مالته يعني من يراسل الأجهزة حتى يحصل على المعلومات او يعدل على الكونفيجريشن مالته هم يعتمد على اليو دي بي ايضا 10162 تمام دائما البروتوكولات تكون قريبه من بعض السندنج وريسيف مالته طبعا اس ان ام بي عندك نسختين بيها عندك النسخه الاولى والنسخه الثانيه وعندك ايضا النسخه الثالثه النسخه الاولى والثانيه كان فكرته شنو هو انه يتواصل عن طريق الاوثنتيكيشن تمام بس لكن كان يرسل المعلومات ك بلاين تكست اوكي صح بها باسورد بس مرات الهاكرز كان يستفاد من هذا البروتوكول انه يجمع معلومات عن النت هذه المعلومات مهمه جدا تمام اي بيات وغيره وغيره من التفاصيل آه بالنسخه الثالثه مالته لا صار عندك آه انكربشن تمام صعدوا السكيورتي مالته صار بها الانتي تامبر انتجريتي وصار بيها الاثنتيكيشن اللي هو لازم تشيك السورس مالته فما تقدر انه تجمع المعلومات كون انه صار عنده سكيورتي اكثر ويوزر نيم باسورد وكثير من المواضيع طبعا ما ننسى ابد انه احنا عندنا دي اتش سي بي صديقنا اللي هو دائما انت تستخدمه حتى بالبيت اول ما تطب تكنك على الراوتر مالتك فانت جاي تستخدم شنو؟ جاي تستخدم الدي اتش سي بي دي اتش سي بي اللي هو راح ينتقل الاي بي واللي عن طريقه انت راح تتصل بالانترنت طبعا الفكره مالته شنو هو؟ انت الحاسبه مالتك بمجرد انه مدخل بيها اي بي فراح ايش يسوي؟ راح يسوي دي اتش سي بي برودكاست راح يطلب من النيتورك انه منو يقدر يزودني بالاي بي طبعا ممكن انه هنا السيرفر اوتوماتيكيا من يشوف هاي الرساله يرسل له شنو؟ اوفر احنا نسميها كلاينت اوفر yeah. اللي هو شنو راح يكون راح يقول انا عندي رينج من الاي بيات تحب انه ننطي لك اي بيات راح يرجع يرسل يقول اوكي انا اريد دي اتش سي بي ريكوست انا اريد اي بيات فبالتالي راح يدزله شنو يدزله DHCP دي اتش سي بي اللي هو ينطي له شنو ينطي له الاي بي اللي اختار له اياه طبعا بالنسبه للدي اتش سي بي يشتغل على اليو دي بي اليو دي بي بالنسبه للكلاينت راح يكون البورت مالته 67 بالنسبه للسيرفر راح يشتغل على اليو دي بي 68 اه 68 تمام ف الدي اتش سي بي ايضا بيها اوبشنات يعني ممكن تخلي له بول على سبيل المثال رينج من اي مثلا تقول الاي بيات مالتي راح تكون من من 100 ل 200 مثلا هالرينج فقط اوكي ممكن تحدد الجيت واي الديفولت جيت واي مالتك ايش جيت وتحدد الدي ان اس سيرفر مالتك وهكذا يعني تقدر تحدد كثير من امور اوبشنز داخل الدي اتش سي بي طبعا خلي في بالك انه الدي اتش سي بي ايضا بها حالات حالات انه يحاولون الهاكرز انه يخترقوها احنا نسميها بالسنوبينج آه... سنو سنوبينج تمام سنوبينج شنو هي طبعا هاي حاله يستغل الهاكر بالرواتر في سبيل شنو في سبيل انه آه... يسرق المستخدم يسرق ال... هذا آه هنا يمكن اتصور صوره واضحه يسرق المستخدم من الراوتر يعني شلون ال DSP دائما شنو؟ عفوا اليوزر user DSP كلاينت اليوزر دائما شو يسوي؟ على سبيل المثال اول واحد يستجيب له ياخذ من عنده، يعني شلون؟ خلينا نقول مثلا هسه هذا الحرامي، اوكي؟ okay. هذا هو السارق وهذا هو السيرفر، مفروض هذا السيرفر هو عن طريق السيسكو ينطي له شنو؟ رواتر مال سيسكو يدز له شنو؟ على سبيل المثال يدز له الاي بي مالته، اوكي ولو هاي الصوره شويه مو واضحه فالصوره ممكن تكون أنت هذا هذا كلش واضح هذا كلش واضح زين الفكره مالته شنو هو على سبيل المثال شوف هذا هو الدي اتش سيرفر فانت الحاسبه مالتك من تطلب من الراوتر تقولك لك اني او سويتش يقول لك شنو يقول لك اني اريد اي بي تمام ف سي DHCP سيرفر هنا اكو هو اللي يمتلك الاي بي تمام هذا بالطريقه العاديه اوقات الهاكر يولد DHCP سيرفر يمه الحاسبه مالته زين بالتالي يربط نفسه بالسويتش مالته فهنا الحاسبه مالتك من تجي تنادي تقول أنا يعني محتاج اي بي ذولا موجودين اثنيناتهم يا هو اسرع واحد يرد هذا راح ياخذه تمام يعني منو اللي استجاب اسرع منو استجاب اول واحد راح ينطي يعني فتخيل مثلا خلينا نقول هذا لو تاخر شويه هذا راح ينطي الهاكر راح ينطي الاي بي فبالتالي المشكله انه هذا راح يكون عايد للهاكر هاي الحاله من الدي اتش سي بي فالحل مالته شنو هو آه في عنده نوعين من الحل الجماعه النيتورك يستخدموها اللي هو دي اتش سي بي اللي هو موجود اصلا الفيتشر مالته بالسويتشات في بعض السويتشات موجوده يسوي لك البلوك روكس أكو عندك طريقه اخرى انه يمنعون اليوزر يستخدم بورت اه 68 للارسال او يراسلون البورت اه 68 واللي هي يعني هو نوع من الحل بس لكن ما محبب يعني هو انت تقدر تغلق البورت اه تسوي بلوك للبورت اه 68 يعني يو بي بس مو فتح حل لانه اكو طريقه اخرى يدخلون بها يعني اكو طريقه اخرى بالنسبه للهاكرز اللي هو احنا نسميه بالدي اتش سي بي ستارفيشن اوكي اللي هو تسوي ادخل خلي شو مثلا تجوع الدي اتش سي بي هذا الحاله من الهاكر شو يسوي على سبيل المثال انه يدخل للنيتورك تمام يسوي حاله المجاعه آه، الاتاكر مثلا هذا اليوزر موجود هنا أنا. الاتاكر هنا موجود طاب بهذا ال خلينا نقول البورت ال ال فالدي اتش سي بي شو يسوي؟ الدي اتش سي بي هو وظيفته شنو؟ اي حاسبه تريد من عنده اي بي ينطي صح؟ هو هذا المعروفه هو الاليه شنو قلنا احنا؟ الاليه مالته انه انت من تربط الحاسبه مالتك بالراوتر راح راسا الحاسبه مالتك شي يقول انا اريد اي بي فدي اي سي بي راسا اي بي هي هاي حالة المجاعه اللي يسويها ستارفيشن انه اه او المشكله اللي تصير هنا بالتي اتش سي بي خلينا نقول الاتاكر اكو سوفت يستخدمه شي يسوي؟ يطلب كل الرينج مالت الاي بيات يحجزهم يعني خلينا نقول مثلا بالدي اتش سي بي مرات السيستم عاد من هم يسوي مشاكل او جماعه خلينا نقول ال النيتورك اللي ذولا خلينا نقول جماعه الرواتر عندهم مشكله انه آآ آآ يحددون رينج مثلا يقول لك انت والله من ال100 لل200 فمن 100 ل200 قليله فشو يسوي هذا الاتاكر؟ اكو تطبيقات خاصه يشغلوها بالنيتورك يسوي سيميوليشن مثلا يقول انا عندي 100 حاسبه اريد 100 اي بي فمن يدخل للنتورك راح يدخل كميت اي آه بي كميت حاسبه فمن يسوي ميت ماك ادريس يضطر الدي اتش بي شي يشوف يشوف ميت ماك ادريس طب بنفس الوقت ويريدون اي بيات فراسا يروح يحجزوها من يحجزوها هذا من يريد طب ما يلقى اي بي ما يلقى زين اي بيات كلها حجزت اوكي ف شو يسوون آه آه كحل جماعه النيتورك شو يسوون هنا أنا. يغلقون او يحددون عدد الماك ادريس اللي تتحمله كل بورت ليميتيشن يعني مثلا هذا البورت بالسويتش طبعا هذا يسوونه اللي هو يسمونها بالبورت سكيورتي ليميتس انه مثلا هذا البورت ياخذ اي بي واحد بس اوكي بير بورت راح يكون الماك ادريس مالته فاكو هاي الطريقه بحيث انه من يطالب ليش هو من يسوي هاي الحركه في نفس الوقت راح يولد بالحاسبه شنو؟ دي اتش سي بي سيرفر، فراح شو يسوي؟ يغلق هذا لان خلصت الاي بيات مالته، انت هذا الاي بيات مالته خلينا نقول هو 100 اي بي من 100 ل 200 تمام؟ 100 اي بي ينطي، فاذا هو ولد 100 آه كمبيوتر عشوائي زين؟ اخذ ال 100 مات هذا، هذا من ما يبقى عنده اي بي ما ينطي هذا يستغل الفرصه انه هو يولد دي اتش سي بي اي بي حتى اليوزر ينتقل له. فيقدر ذاك الوقت يوقف هاي الهجمه ليش بعد اليوزر اخذ من عنده اي بي لزق بيها خلينا نقول او تشلب بيها اوكي سو so, لو نجي على التولز اللي توفر لنا الكمبيوتر شنو الادوات اللي ممكن الاستفاده من عندها طبعا احنا عندنا شنو احنا عندنا الادوات اللي ممكن استخدامها على سبيل المثال خلينا نغلق هذا ونغلق هذا اوكي اول اداه ناخذها هو الاي بي احنا ممكن نستخدم الاي بي كونفيج كوماند اي بي ممكن تفتحها عن طريق الـ right Click كليك للويندوز وتفتح الباور شيل او ممكن تفتح السيرش مالته وتكتب سي ام دي عادي جدا اثنيناتهم ينفعون بس الويندوز ايضا بها باور شيل واللي هو قوي جدا ممكن استخدامها كل اللي تحتاج انه بالـ CMD. ما تكتب بالسي ام دي مالتك اي بي بس اكتب اي بي الفكره الاساسيه من كتابه الاي بي كونفيج انه راح يطلع لك الايثرنت ادابتر تمام يطلع لك ال خلينا نقول الاي بي فيرجن 4 ادريس اذا كان هو يدعم الاي بي فيرجن 6 عفوا ويطلع لك الاي بي فيرجن 4 اوكي الادريس مالته كذلك ينطي شنو؟ ينطي لك الاي بيات يعني هذا هو الماك ادريس تمام هذول الاي بيات مالته ينطيك اياها سبنت ماسك ديفولت جيت واي هاي المعلومات تطلع لك اياها بلس ممكن استخدام وياها كلمة all يعني إذا ما اكتفيت بـ config سويت so space slash all فبالتالي راح يطلع لك كل المعلومات تتخيل على سبيل المثال يطلع لك الليز اوبتين والليز اكسباير يعني شو وقت راح يصير اكسباير هذا الاي بي اللي منطق اياها الجيت واي تمام تفاصيل اكثر راح يعطيك إياه. لك اياها لقيت له اول command تمام الدي اتش بي مثلا enabled ولا لا تقدر تعرف مثلا الاي بي فيرجن 4 ادريسنج اللي ايضا يطلع لك اياها بالنسبه للاي بي Config وممكن تحصل بها غير معلومات اضافيه تمام عندنا ايضا الريليز كوماند يعني اذا استخدمت اي بي Slash سلاش ريليز هذا الشيء يسوي لك؟ هذا راح يحرك من كل الاي بيات تمام فما راح يكون عندك اي بي يعني اذا كتبت اي بي Slash سلاش ريليز ففكرته شنو هو؟ يعمل ريليز طبعا اذا بس كتبت الريليز بدون تحديد النيتورك فبهالشكل راح يمسح كل الاي بي الموجود الموجوده الـadapter الادابتر مالتك بس اذا حددت على سبيل المثال انت حددت على تريد بس هذا الوايرلس ادابتر اوكي فتقدر تحدد اسمه يعني مثلا اي بي كونفج سلاش ريليز وايرلس فاللان ما راح يصير للريليز فقط الوايرلس يصير طبعا انت متسوي تسوي ريليز معناتها مسح الاي بيات فبالتالي تقدر تستخدم الكومنت رينيو رينيو الفكره من عنده شنو هو يعيد ياخذ اي بي جديد تمام فينطلع اي بي جديد اللي هو 10 0 2 15 وطبعا تقدر تحدد بالضبط رينيو المان مثلا مو للكل بس للوايرلس انا مساحه الوايرلس فقط ممكن ايضا استخدم وياها الديسبلاي دي, دي ان اس اذا حبيت اعرف الريكوردز على سبيل المثال هنا اي بي كونفج سلاش دي ان اس ديسبلاي او ديسبلاي دي, دي ان اس عفوا فيطلع لك الويندوز اي بي كونفجريشن اللي هو يطلع لك خلينا نقول اناليتكس نوع من التحليل للسي نيم ال اللي تكلمنا عنه الاي ريكورد لاحظ الاي ريكورد هو الاي بي اوكي السي نيم هو الهوست تمام ونعمل لما مجموعة معلومات يعني ما ما نفد شي شيء هنا اذا عندك مثلا تريد تمسح ال الدي ان اس خلينا نقول كاش دي ان اس عندك كاش اذا تريد تسوي له فلاش انه تمسح الدي ان اس كاش ايضا ممكن يستخدم عن طريق الاي بي كونفيك سلاش فلاش دي ان اس عندك ايضا كوماند اخر ممكن تستفاد من عنده اللي هو بينج بينج احنا جربناها بالنسبه للويندوز نفس الحاله تقدر تعمل بينج للاي بي او تقدر تعمل بينج للهوست نفسه اوكي okay. يعني هذا الموقع على له بينج فيحولها الى شنو لو تلاحظ يحولها الى اي بي تايم تو ليف كل ما كان هذا التايم قليل اوكي على التايم كل ما كان قليل كل ما معناته افضل خطك سريع او ما عندك حمل خلينا نقول مو لا شرط خطك سريع اوكي فممكن تستخدم السي ام دي او الباور مجرد تعمل بينج وتكتب هنا اسم الـ الموقع او الاي بي مو شرط الاسم اي بي هم ممكن يشتغل عليها ما عندك اي مشكله اوكي آه، هذا بالنسبه للاسم كان يستخدم شوف هنا أنا بالنسبه للاي بي شوف هنا شو يقول لك destination host unreachable معناته ما يقدر يتصل بي فاي بي حالتين شوفوا ممكن انه يكون هو من يم مطفيها حتى لا تكشفها لمرات الهاكرز يستفادوا من البينج يشوفونك ايش قد قريب او بعيد وممكن لا يعني يكون هو فعلا طافي unreachable فهنا عندك البينج سلاش او علامه الاستفهام هذا يطلع لك كل الاوامر اللي موجوده بالبينج يعني ممكن تستفاد من عنده اكثر شيء يستفادونه بالترابل شوتينج بس يريدون يتاكدون من الديستنيشن بي اتصال ولا لا طبعا عندك ايضا التريس راوت تريس راوت شنو فكرته؟ فكرته انه مو بس يطلع لك يعني معلومات الاي بي هاي لا ايضا يطلع لك الراوت منين جاي يعني انا بالنسبه لي من اجي استخدم التريس راوت خلينا نقول تذكرون احنا بالبينج طلعنا فقط الريكوست بالتريس راوت لا يطلع لك الراوت ايضا الرواتر اللي لحد ما توصل لهذا شوف انه انت مثلا من هذا من الحاسبه مالتك جيت على الفيندر مثلا انت شنو الشركه مالتك شوف كم كم راوت سوى لحد ما وصل الى شنو الى الاخير اوكي فاستفاد من عنده انه اعرف كم ستيب موجود قدامي لحد ما اوصل، كم راوتر اكو قدامي؟ اوكي، كم سيرفر اكو قدامي؟ كم هوب كم قفزه دي يسوي من هذا لهذا, لهذا 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 اوكي، واوقات يطلع لك شنو؟ ريكوست تايم اوت، معناته هو لهذا الديستنيشن حتى كان يريد يوصل، اوكي، ما قدر يوصل له، لانه تقريبا عبر لفه كم هاب او هوب، تمام؟ كم راوتر وهنا اتوقف، شوف اتوقف، trace complete. مثلا فممكن استخدمها يعني طبعا تريس حتى تستخدمها بهذه الطريقه تكتبها تريس ار تي واكتب الهوست مالتك اوكي يعني مجرد تكتب هنا تريس اوكي طبعا بالنسبه للماك ما نستخدمها احنا تريس بس بالنسبه للويندوز مثلا يعني اذا تريد تعمل مثلا google سي او دوت تمام عاد تستخدمها بالويندوز بهذه الصوره فيبدي يسوي لك التريس ويطلع لك مثلا شوف هنا على سبيل المثال يقدر يكشف لك هذول بس بالنص اكو واحد ما قدر يكشفه ارسل له بس قال لك شنو ريكوست هذا ما قدر يوصل له بس وراها عبر البقيه مثلا اوكي طبعا هذا مو معناته انه هذا مطفي هذا شلون عبر لهذا لا لا هذا ممكن يكون هرمي اوكي فممكن اتصل بهاي ما راح احاول بالطرف الثاني وظل يحلل اوكي yeah? بهاي الصوره عندك ايضا ممكن استخدام الباث بينج باث بينج شنو هو باث عباره عن البينج نفسه زائدا التريس روت فالتريس روت والبينج اذا تدمجهم كما تقول باث بينج فالباث بينج هاي الفكره مالته انه دامج لك البينج والمنو والترايس رود فراح يطلع لك اصلا التايم تو ليف packet باكيت واللوز packet ويطلع لك الاي بي مالته والاسم مالته وتفاصيل اخرى، واستخدامها ايضا جدا جدا سهل يعني ما بيها شي شيء بس مجرد تكتب path ping تمام؟ وتكتب الهوست مثلا جوجل دوت كوم او اي شيء او اي بي تمام؟ عندك ايضا الـ ARP ARP البروتوكول اللي احنا اخذنا عليه قبل شويه ملاحظاتنا كانت الارب ايضا تقدر تستخدمه Uh, command كوماند او ممكن تستخدمه عن طريق الباور شيل اوكي okay. او cmd وير ران فعندك مجموعة كوماندات على سبيل المثال اذا انا اقول له arp slash a فراح يطلع لي arp catch table اللي هو شنو راح يطلع لي مال كل الانترفيسز اللي موجوده شوف يطلع لي الاي بيات والماك ادريس مالتهم والاي بي منو الماك ادريس مالتهم من ضمنها منو الراوتر لتشوف حتى الراوتر يجيب لك اياه عندك مثلا الار دي اللي هو ديليت اذا اريد احذف وحدة معينه مثلا خلينا نقول اريد احذفها فاستخدم شنو ار سلاش دي واكتب الاي بي مالته فراح يحذف لي من التيبل كاتش اوكي طبعا اذا الار دي وحده كتبته راح يحذف لك اصلا الار كاتش كلها يفرغ لك إياه بالكامل يفرغها فشوف هنا من كتب ار بي دي وراء اجى كتب ARP سلاش اي جاب فقط مالت الراوتر والحاسبه مالته البقيه مسحهم الارب اس الفكره مالته انه انت اذا تريد تضيف اي بي وماك ادريس لماك ادريس معين طبعا هذه استفادوها جماعه الجيل الطيبين هاي <applause> ضحكه شريره زين الارب سلاش اس يكتب له الاي بي مثلا يكتب له الاي بي واقول له هذا الاي بي راح يكون لهذا الماك ادريس اوكي فيحوله لو تلاحظ هنا يصير ستاتيك لانه ثبته هو And عندك كثير من اوامر ممكن تكتب ARP سلاش علامه الاستفهام يطلع لك بقيه الاوامر اللي موجوده اللي ممكن استخدامها طبعا And عندك التيل ولو تنالت هو ما يستخدم حاليا بس ممكن انه تاخذ فكره انه ممكن انت تنزل التيل بس انت تكتب بالسي مثلا تفتح السي ام دي وتكتب تيل راح يقول شنو ما جاء راح تتفاعل شلون تقدر تتفاعل بسيط جدا اليه التفعيل مالته تروح للبروجرام والفيتشر بالكنترول بانل بروجرامز اند فيتشرز بعدين تقول له ترن ويندوز فيتشرز اون اور اوف يطلع لك هذا الويندوز فيتشرز تنزل لحد ما تلقى منو تلنت كلاينت اضغط عليها قول له اوكي راح ينزل لك اياه فاول ما ينزله بس مجرد تكتب تلنت بالسي ام دي يطلع لك التلنت رأسا يطلع لك مايكروسوفت تلنت فاي ممكن انه تستفاد من عنده اذا تريد أه تعمل تيست معين والتيست مالته سهل جدا أه تكتب بالسي ام دي تل نيت لاحظ تكتب تل نيت وتكتب الاي بي وتكتب البورت فاذا فتح كونكشن أه هذا معناته الله يرحمه اما اذا ما فتح كونكشن خلينا نقول مثلا معناته انه بس انت حبيت تجرب انه TCP اكو اتصال ولا لا يستخدموه كثير ويا أه أه من كل الساندنج مات الميل اكسشينج بس لكن ما محبب يعني ما بقى ما بس قلنا خلينا ناخذ فكره عن يعني هم تعرف انه موجود سابقا عندك ايضا هذا الاداه النت ستات نت ستات كلش كلش اداه رائع اوكي طبعا عنده ايضا اوامر كثيره وتقدر تستخدمها على سبيل المثال تشوف على هذا الكوماند هسه ستات ماينس اف من تكتبها يطلع لك كل الاكتف كونكشن طبعا هاي ممكن استخدمها بالماك بس ما اريد يطلع لي الاكتف كونكشن الحقيقه العاديه بس اذا يطلع لك الاكتف كونكشن مثلا تي سي بي اوكي والاي بي مالته من مربوط تمام ممكن انه تعمل له نت ستات ماينس او اوكي هذا يشوفك فقط الاكتف تي سي بي عندك مثلا ممكن اذا تريد تشوف كونكشن معين خلينا نقول مثلا اذا تريد تحدد كونكشن خاص لهذا اوكي okay. فكل اللي تحتاج تكتب نت ستيت ماينس زيرو وتخلي بايب وتكتب مثلا فايند str تي تنطيه شنو تنطيه البيد اي دي البيد اي دي اوكي البيد اي دي مالته اللي هو هذا مثلا 200 او 2948 هذا تاخذه وتخليه هنا اوكي yeah. فيطلع لك فقط هذا الكونكشن مالته اذا اكو اتصال ولا لا واذا صاير established ولا لا وتقدر تحدد ايضا على سبيل المثال آه اذا كان هو تي سي بي بورت مثلا اذا تريد تحدد على بروتوكول معين انت مختاره اوكي okay. فتريد تطلع الاستاتستيك مالته الماينس اس هو شنو الاستاتستيك يعني هنا مثلا يطلع لك ال سي بي ستاتستيك ايش قد عندك ال active سي بي opened جيت الباسيف اوبنز يعطيك لك كامل معلومات كبروتو للتي سي بي اذا حبيت تعمل ابديت للنتورك ايضا تقدر تستخدم النت ستات ماينس 5 يعمل لك ابديت لها فادوات كثيره حقيقه yeah. ادوات كثيره موجوده ممكن الاستفاده من عندها لهنا انا كون وصلت لنهايه البروتوكولز